صباح لبنان وصباح الخير لكم مشاهدينا. صبحي جديد ضمن صباح لبنان نترافق فيها نحن وياكم، اسبوع جديد، امنيات جديده، امال جديده، احلام جديده بننطلق فيهم لحتى نكون قفلنا اسبوع وانطلقنا باسبوع اخير بشهر تشرين الاول على امل يكون حامل خير لكل واحد منا. يا صباح الخير. صباح الخير لك شادي، كيفك اليوم؟ شال بابي هون حلوه اول شيء. يعني على كل حال ان شاء الله هيك هالشتوات يكونوا خير وبركه على لبنان، وان شاء الله بيكونوا حاملين معهم كل ريحه نظيفه، اهم شيء لانه ريحه الزباله والمناظر اللي شفتيها امبارح مناظر مضريه للاسف، وخلص شبعنا وقرفنا مثل ما بيقولوا. صحيح، يعني على امل انه المعنيين يكونوا عم ياخذوا اجراءات قبل الشتاء القارس اكثر، ويكون فعلا هالموضوع عم يوصل لحل، ولكن دائما املنا كبير، دائما الواحد ينطلق كمان من مسؤوليه ذاتيه، يعني مثل ما كنا عم نحكي دائما بصباح لبنان من خلال الضيوف يلي استضفناهم، ان كان بموضوع فرز النفايات او الانطلاق من بادره شخصيه ما ننطر. يعني اليوم كل الجرايد، كل العناوين يلي تصدرت الصحف كمان معنونه، فعلى امل انه هالموضوع يصير واقع عم نعيشه ويكون له حل. طبيعي، واهم شيء يكون حديثنا حديث حلو بعيد كل البعد عن الحديث المنمق والحديث اذا بدك اللي فيه كذب وفيه هيك. انت قلت بعيد عن الزباله. على كل حال مشاهدينا دائما صباح لبنان فقرات متنوعه بانتظاركم، صبحيتنا غنيه بموضوعاتها مثل كل يوم. اليوم البدايه رح تكون مثل ما دائما عم نفاجئكم، ودائما عم بيكون في تنوع وتجدد بالبرنامج. ابتداء من اليوم كمان بنترافق بفقره فتنس مع مارسيلينو جبرايل، رح يكون عنا السيجمنت الاول لقلو نترافق معه بهالفقره اللي رح ننطلق فيها بجديد معه. بدنا نقول كمان صباح الخير شهد اليوم لامين الحيم بضمن فقره التكنولوجي. صباح الخير لك امين، كيفك اليوم؟ شهد بونجور امين، تمام، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف كان الويكند؟ حلو، خي جددنا بالويك اند، عملنا نيو لوك نعيما ان شاء الله دائما. امين شو رح نحكي اليوم بتكنولوجي؟ اليوم رح نكون كمان عم نكفي مثل الاسبوع الماضي عن ابلكيشنز خاصه بالاديوكيشن او التعليم، ورح يكون في معي خبرين، خبر خاصه بانستغرام وخبر خاصه بهالوين. بيرفكت، لكن رح نتابعك بتكنولوجي بعد شوي. كمان بيا من الفقرات اللي صارت ثابته ببرنامجنا فقره الصحف، بنفلفش بعيدا عن الهم السياسي ببعض الاخبار بنتشاركها نحن وياكم مشاهدينا. بعد اول بريك رح يكونوا ضيوفي بالاستوديو الاستاذ صادق براء وهو منسق ماده التكنولوجي بمدرسه سيده الجمهور، رح يكون الى جانبه الطلاب سامي خوري وليد بحلق وكارلو كرم، وهن مشاركين بمعرض اوسلو للاختراعات، واكيد نقلوا اختراع لبناني للعالم وبرعوا بعالم التكنولوجيا، رح نحكي اكثر عن هالموضوع. وضمن فقرة دانيال أفر رح يكونوا ضيوفي دانيال بودرغام كاتب مسرحية كبريت، أكيد بالإضافة لرامي أبو حمدان المخرج، وللممثلة ميرا الحسينية، حتى نحكي تحديدا عن مسرحية كبريت، وهي المسرحية اللي هي مقتبسة عن مسرحية لسعد الله والنوس تحت عنوان الحياة أبدا. كمان منتابع بفقرات متنوعة ببرنامجنا، ضيفي هو المخرج جورج عبدو لحتى نحكي دائما عن جديد عم بيقدمه، هو اللي كان أخرج مؤخرا كليب للفنان نقول القصه وغيره من الفنانين، اكيد رح نحكي ابديتس مع المخرج جورج عبدو. واكيد من الابديتس الطبيعي اللي لازم نعمله دائما بحياتنا هو انه دائما نعرف شو ناكل وكيف نحضر الاكل وكيف اذا كانت الطريقه المميزه مع الشيف نادين اسيس ضمن فقرات اكيد. ومن الفقرات الثابته ببرنامجنا بننطرها من تنين لتاني مع ساره كيروز هي فقره فاشن، اكيد اليوم كمان رح نتابع على النيو كولكشنز يلي تصدروا رانويز ان كان بلندن بباريس وبميلان فاشن ويك، رح نشوف شو الابديتس مع ساره كيروز. اما البدايه مثل ما قلنا فيها اليوم ننطلق بسيجمنت جديد مع شخص جديد بينضم لعائله صباح لبنان مارسيلينو جبرايل وفتنس. هلا بنختم حلقتنا مشاهدينا وبنشوفكم الله راد بالحلقه بكره. شكرا مارسيلينو على التبس اللي عطيتنا اياهم اليوم ضمن فقره الرياضه تحت نتمرن على تمارين رياضيه صباحيه ونكفي نهارنا بنشاط. نحن رح نتابع نهارنا وبنشاط كمان مع فقره التكنولوجي وامين الحين.
بونجور امين. بونجور فيا، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. هيك بعد الويك اند رجعين بنشاط، رجعين بنشاط وحيويه، حلوين. يس، بعد الدفى بار حلوه، بعد دفى الشتاء اللي كنا عم ندفى بالبيت اخذناه من بيت جينا اليوم. لحقت الدفى امين؟ انا ساكن بكفايه السؤال، لازم بلش ندفى. كيف كان فوق الطقس؟ كان في سقعة؟ كان في سقعة وكان في ماي بس بلا زبالة. اوكي، هذا الشيء كان منيح. هذا الشيء كان منيح. الحمد لله بعد في مناطق ما فيها زبالة بالبلد 100%، وبعد في مناطق بنقدر عن جد ننشأ فيها هوا نظيف. بيا اليوم رح يكون عنا اخبار مثل ما سبق وذكرت للمشاهدين عن انستغرام، عن خبر لهالومين والابلكيشنز اللي كنا عم نحكي عنه الاسبوع الماضي. رح نبلش اول خبر عن انستغرام، بنحضر الفيديو بنرجع بنعلق عليه. Instagram has blessed the world with its version of short looping videos. One second. بياخذ سيري صور، انت بتكون عم تاخذي سيلفي او عم بتصوري حدا عم بيعمل موشن او عم بيتحرك قدامك، بياخذوا سيري صور وبيحولوهم into one second video. You can share it. وهو الديوري تبعه رح تكون 1 second بس هو بينبث. بس بأي طريقة بيشتغل؟ انت بتصوري. اوكي، بس انا نزلت على الابلكيشن، بتصوري الشخص او بتصوري حالك عم بيتحرك من مال لمال، بصير يمشي فورورد وباكورد للفيديو لمده 15 ثانيه، بس هو بيكون الاكشن تبعه بثانيه واحده. اوكي، عم مشي على 15 ثانيه. ممكن تخترع منها تعملي اشياء عن جد كثير فاني، وممكن يعني شخص يكون عم بيعمل حركه كثير بسيطه تطلع حركه مهضومه. يو كان شير ات على فيسبوك، انستغرام، وعلى انستغرام اكيد، وعلى تويتر، وحتى فيك تسيفيها عندك بالجاليري وتبعتيها للاشخاص ما عندهم انستغرام. ما بتاخذ كثير ميجا بايت؟ ما بتاخذ كثير. وفيك كمان تعمليها، فيك تنزل ابلكيشن حتى لو ما كان عندك انستغرام اكاونت، فيك تنزل ابلكيشن تصوري فيديو عليها وتسيفيها عندك على السيلر عندك. هيدي مش اول مره ومش اول ابلكيشن، او مش اول الابلكيشن فور فري. يس فور فري، وهذا منا اول شيء بيعملوه انستغرام. انستغرام قبل فتره كمان نزلت هايبر لابس فيديو. هايبر لابس ابلكيشن هي فيك تصوري اب تو 45 دقيقه فيديو، مثلا تنقول انت جاي ماشي على طريق. أوكي. ماشي على طريق، حلو انه تتصور طريق، مش اللي عم بيسوق يصور، قاعد حده عم بيصور طبيعي. حتى قاعد حده كمان لازم ينتبه كمان ايضا على الطريق، بس هلا اذا غض نظر شوي تياخذ مشاهد حلوه سبعه بسمح له. فينا نثبت السيولار ونحن نكون مركزين على السواقه. هذا الفيديو فيك مثل ما سبق وذكرت انه تصور الاب تو 45 دقيقه وترجع بعدين تحطي تنزلي على الابلكيشن ويصغر السرعه تبعه لحد 12 دقيقه تايم سبيد. يعني اوكي، يعني 45 دقيقه اختصرناهم ب 12 دقيقه. اختصرناهم يعني سرع الفيديو 12 مره ليختصره ب 15 ثانيه. 15 ثانيه. 15 ثانيه. اوكي، سرعوا 12. Yes. مره، فكانت 12 دقيقه. No. اوكي، سرع السرعه تبع الفيديو ل 12 مره حتى يختصره ب 12 ثانيه. رح نشوف فيديو هلا ونعلق. ماشي عم يعمل مونتاج لحاله. Yes. يعني اوكي. تايم لابس فيديوز ار انتريجينج، يو جيت تو سي ذا ورلد جو باي ويزاوت ويتينج اورز دايز اور ايفن مانثس فور تشينج تو تيك بليس. السيارة هي عم بتقلع عم بيصور، يعني الشخص اللي كان عم بيصور عم بيصور من شباك الطيارة، فجربنا قد ما فينا نشوف انه كيف عم تطلع الطيارة وكيف عم بتقلع الطيارة. هي يمكن تاخد 20 دقيقة، هو اختصرها ب 15 ثانية. يعني حتى بعصر السرعة كل شيء صار سريع 100%. بدنا نلحق الكل. صح. سو من بعد هالتو ابلكيشنز يلي نزلون انستغرام، نحن يعني نتفاجئ شو ممكن يرجعوا ينزلوا من بعد. عن جد التكنولوجيا عم توصل لمرحلة كثير متقدمة. صحيح. من بعد انستغرام رح ننتقل على Glow in the Dark Bed. بمناسبة هالوين. على هالوين. بمناسبة هالوين هالأسبوع بأمريكا وبالبلدان يعني مش بلبنان، هلا صرنا مؤخرا عم نحتفل بهالوين، لما نحن بنحتفل بالبربارة بديسمبر. صحيح. بأول ديسمبر. بأول ديسمبر. ولكن هالوين يلي بيحتفلوا فيها بأمريكا، نزلوا هلا مؤخرا على السوق تخت Glow in the Dark. هذا التخت بس نطفي الضوء بالأوضة ممكن يكون يا اما يحولنا ليلتنا لكوبيس او يحولنا ليلتنا لكتير كثير تكون رايقه. خيرك يا امين. اتس اب تو الشخص هو كيف بيشوف هالاختراع. كيف يعني؟ يعني انت اذا كان عندك هذا التخت بالاوضه واذا انت نمت وضوى التخت، هو الضوء عم نشوف الصوره، يعني ليك قد ايه الصوره فريندلي. اوكي، ليك قد ايه الصوره رايقه، منا كثير اوفر. يعني التخت شايفتي مضوي بس. أوكي. يكون الضوء بس انا بدي نم بالتخت هو مضوى هيك بهذه الطريقه. يس. هلا هو بضل مضوي. ما بيزعج الضوء؟ لا ما بيزعج، لا في راديشن بيزعجوا بيأذوا البشره ولا بيزعج. هلا في اشخاص ممكن ياخذوها انه نايت مير او كابوس
ان يكون هن مين بيتاخذوا تحت الضوء. بشوف الامور كوبيه صح، وفي اشخاص ممكن ياخذوها بطريقه، هلا هذه الصوره عم نشوفها شوي بتخوف، بس في اشخاص ممكن يشوفوها بطريقه انه كثير رح تكون ريلاكسانت لهم، وعم بتخليهم يكونوا عم بيحلموا باشياء حلوه، وللاشخاص مثل ما بحبوا يناموا على العتم، فهذا التخت از بيرفكت. هلا ما في افيات على الحيط بتطلع ولا في شيء بيعمل فلكشن؟ ابدا ابدا، هو بس تخت. هلا لهوليك الايفكتس الموجودين ممكن نقدر نشتري اشياء اوقات نحن لازق على التخت وبس نطفي الضوء مثل الاوض الليد الصغار، يعني الستارز اللي بيضوا او الالفابيه اللي بيضوا عليه. هون بدنا نساعد مخيلتنا هي اللي تتخيل القصص كيف هي حابه تشوفها، يا اما بيكون سويت دريم او بيكون نايت مير. على كل حال ما حدا بيتمنى انه يشوف القصص البشعه، دائما بيتمنى على طول تكون القصص الحلوه موجوده، فعلى طول ان شاء الله هيك بركه هذا التخت بيكون عم بيساعدهم حتى يحلموا، لانه اذا ما كانوا عم بيحلموا بيكونوا دخلوا بمرحله النوم العمياء فاحلموا. وهيدا الشركه اللي اسمها جات ليت باد هي اللي نزلت هالتخوته على او هالبادز على السوق، نزلت بس 50 تخت بمناسبه هالوين، يعني العدد محصور، العدد كثير محصور، يمكن هلا اكيد طاروا، نزلتهم بس بمناسبه هالوين حتى تساعد الاشخاص، عدا عن انه يستفيدوا من من هالبات بهالوين، حتى كمان يكون في ديكوريشن زياده بالبيت. اكيد هول التخوته مش موجودين بلبنان بعد، عم نحكي احنا بامريكا انفورشنتلي ما رح يكونوا موجودين هون. فمن بعد التخت نحن انا ما بنحلم، نحن بالواقع اللي نحن عم نعيشه، عم نعيش الواقع زياده على زياده علينا. من بعد هالاختراع الجديد بالتكنولوجي اللي هو الجلو ان ذا دارك باد، رح ننتقل لاختراعات ثانيه مثل ما كنا عم نحكي الاسبوع المقبل الاسبوع سوري الماضي عن الابلكيشنز اللي على السرعه تايم لابس، مثل ما كنا عم نحكي الاسبوع الماضي عن الابلكيشنز اللي ممكن انه تعلمنا او الادوكيشن، رح نكون نحن كمان قاعدين بالتخت وعم نتعلم او قاعدين بالبيت وعم نتعلم. ماشي، عم بتهون اليوم الامور على المشاهدين كثير، ما بقى رح تفيكم، وقلد الخاصيه كمان، يعني عم تختصروا الوقت، عم تحضروا فيديو كثير قصير، عم يكون في عندكم تاخذ بضوي، وعم نتعلم نحن وقاعدين بالبيت على الابلكيشن على السيولار. رح نبلش باول ابلكيشن اللي هي اماونت، الصوره رح تقطع معنا هلا عم نشوفها. هيدي الابلكيشن حقها دولار واحد، هيدي منا فور فري، وهيدي الابلكيشن ممكن تحولنا اني اماونت، حيلا اماونت نحن معنا اياه، من دولار، من اماونت مصاري لاماونت دوغري لاماونت ديستنس لاماونت سنتيمتر لمتر، كل هالاخبار بتحولهم، هن في 500 ديفرنت يونيتي تحولهم لريل تايم لنحن اللي بدنا اياها. يعني مثلا انا نزلت هالابلكيشن، انا عم بدي اعرف قد ايه دولار بيتحول للبناني بهالاماونت، دغري بفوتها بكل سهوله من دون ما انا افوت على الكالكولاتريس واعمل الحسابات، فوتها وبتعطيني هي الحسابات بسرعه كتير كبيره. وفيها 30 كاتيجوري مختلفه. اوكي انا بس ما فهمت كيف ندرس بالتخت. لا هيدا هون عم بتساعدنا، عم بتهيلنا انه نفتح اللابتوب او نقعد نشغل راسنا ونحط الكالكولاتريس ونقعد نتعلم. سو هيدا عم بتكون ادوكاسيونال كمان لنا، بتختصر الوقت وبتحطي انت الابلكيشن الاماونت اليونت اللي بدك اياها وبتحول لك اياها دغري. اوكي سو بتكون يعني انت لك ما عم تتعلمي انه هيدا اليونت بس حطيتها من، انا فكرت في شيء يعني موجود بقلب التخت ممكن يسهل علينا اذا مش بتخت على حياتنا الدراسيه يعني. لا خلصنا. طب اوكي خلصنا من التخت وانت قلنا على الابلكيشن، فيك انت قاعده بالصالون، انت واقفه على البلكون، انت بالمطبخ، وين ما بدك بالبيت، حتى انت بالسياره فيك تتعلميها. هيدي الابلكيشن بنلاقيها على اي تيونز وحقها دولار مثل ما سبق وذكرنا. من بعد الابلكيشن في عنا دروب بوكس. مين منا ما بيعرف دروب بوكس وبيستعمل دروب بوكس؟ دروب بوكس هي ابلكيشن وكمان فينا نفوت عليها نحن وعلى اللابتوب، هي فور فري. ودروب بوكس يو كان شير، تعملي اكونت عليها ويو كان شير عليها صور ميوزك دوكيومنتس، وفيك حتى يو كان ايفن تبعتي فايلات من دروب بوكس تبعك الاكونت لاكونت شخص ثاني. ممكن نلاقيها على اي تيونز اذا ما نزلها على الديفايس عندنا، ممكن نلاقيها على اي تيونز، على جوجل بلاي، على ويندوز ستور، وعلى بلاك بيري وورد، وين ما كان فينا نلاقيها. اتس فيري ايزي، اول ما نعمل نحن اكونت لانها بيطلع لنا 2 جيجا بايت فور فري، ويعني نقدر نستعملها دغري على السرعة بسرعة. وكل ما نحن نزيد دوكيومنتس تبعنا وكل ما نصير عم نعمل شير أكثر، كل ما هالجيجا بايتس عنا عم بيكبر. أوكي. وكل ما رح نصير نقدر نسيف أكثر، كل ما كاباسيتي تكبر أكثر ونقدر نعمل شيرينج أكثر لدوكيومنتس وأشياء. في عنا ستار ووك، من نحن نرجع شوي على التخت.
ورح نشوف يوم امين بعد منه واعي مزبوط. لا وعيت وعيت ومحضر للويك. رح نرجع شوي ونكون قاعدين عم نحلم وعم نطلع على النجوم وعم نعدهم. اوكي هذا الابلكيشن حقها $3 كان قبل يقولوا لنا اذا عديتوا نجوم ودليتوا بقصبعكم بيطلع لكم تلوله. وانا وصغير كنت مصر انه ضل اطلع على على النجوم ولا مره طلع لي شيء. هل اللي عليهم كمان يس وهل ستار ووك هي حقها $3 مثل ما سبق وذكرت عم نشوفها هلا بالصوره. هيدا الابلكيشن رح تكون عم بتفرجينا الستارز وين محلهم بالفضاء. رح تكون بالسكاي عشيه رح تكون عم بتفرجي تقريبا 200,000 نجمه وين محلهم كيف المجرى تبعهم شو اساميهم. في اوقات نحن نعرف انه ستارز لهم اسامي وكيف بيتحركوا وشو الدلاله تبعهم. فهذا الابلكيشن لكل الاشخاص اللي بحبوا السكاي ولكل الاشخاص اللي بحبوا علم الفلك وبيقدروا ينزلوها عندهم حقها $3 بنلاقيها على اي تيونز جوجل بلاي وامازون. في عنا كمان ديولينجو. هي ديولينجو هون الادوكيشن رح فيك تتعلمي حيلا لغه انت وقاعده بالبيت. بتنزلي الابلكيشن. نحن بنعرف قديش انه نتعلم لغات غريبه عنا رح يكون شوي صعب ولكن هيدا الابلكيشن ما في شيء بيقع على اللبناني ما تعتلها عن جد وما في شيء عم بيقع مع التكنولوجي. هالابلكيشن بننزلها كثير رح تسهلنا حياتنا بشكل مش طبيعي حتى نقدر نتعلم لغه. نقدر نتعلم لانجويجز. دعاء ازاد رح نشوف صورتها للابلكيشن. بنتعلمها بكل سهوله Spanish, German, Brazilian, Italian وبتقدر كمان تترجم لك من اللغة اللي انت بدك اياها للغة اللي بدك تتعلمها. يعني. Okay. So it's very easy. من بعدها بنلاقيها على iTunes كمان. من بعدها في عنا كذا يعني في رح اقطع عليهم بسرعة. في عنا Wolfram Alpha هي كمان ممكن تترجم لك وممكن تجاوبك على حيالة سؤال مثل سيري على ابل ممكن تجاوب على حيالة سؤال. مش تعمل ترانسليت يعني؟ لا ما بتعمل ترانسليت. Okay. تسأليها انت بالانجلش السؤال بدك تعرفيه وبتعطيك الجواب بالانجلش بترد عليك. yes. جواب الاكيوريت ومش بس تعطيك الجواب انما بتقلي كمان كيف توصلت للجواب بتقلي السورس تبعها تتاكد اذا كيف عملت ريسيرش كمان اذا تتاكد اذا السورس مزبوط ولا لا. okay. سو بتقلي كيف جاوبت على السؤال. في عندنا كمان ابلكيشن هي ستوديوز هي حقها $6 هالابلكيشن بنلاقيها على اي تيون. هالابلكيشن هي مش بس بتعلمنا مش بس تعطينا كورسز نحن كمان ناخذهم بالجامعه عم نشوف صورتها هلا. انما كمان بتعملنا فينا نعمل عليها هوم ورك وكويك اكزامز بالبيت وفينا كمان نتواصل باي ايميل مع الانستراكتور او مع الدكتورز اللي هن بالجامعه. نتواصل معهم باي ايميل حتى نسالهم اكثر انفو عن الكورسز اللي نحن عم ناخذهم. اتس فيري ايزي الابلكيشن سهلت علينا الحياه. يس يعني بتسجل بالجامعه بس ما انك مضطره تروحي تحضر الصف. هلا ما بعتقد ما فيك تروح تحضر صف لانه بعتقد اذا كان حضورك الزامي. هلا بعد في يعني بعض الجامعات ما كثير بيشددوا على الحضور الا الجامعات اللي ما بيشددوا على الحضور فينا نستعمل هالابلكيشن ونكون عم نستفيد منها بنفس الوقت. كلنا بنعرف قديش صعب الشخص يكتب سيره ذاتيه او بيبليوغرافي. هذه الابلكيشن اسمها ايزي فايب رح تساعدنا كثير حتى نقدر نتعرف على السيره الذاتيه تبع كتاب وشعراء وادباء واشخاص مرقوا بالتاريخ بكل بكبسه زر بنفوت عليها بنحط اسم الشخص بتفتح لنا السيره الذاتيه تبعه فينا نعملها سيف فينا نعملها داونلود عنا على الديفايس ونستعين فيها وقت ما نكون نحن كونكتد. نحن عم نحكي اكيد عن الاشخاص اللي معروفين بالمجتمع مش عم نحكي عن الاشخاص العاديين يعني. اوكي طبيعي. فبس لانه تعرف الاشخاص انه اذا خافوا على حالهم انه حدا يعرف شيء عنهم ما يعتلوا هن هذا الموضوع ما بيتعلق للاشخاص يلي منزلين سيره ذاتيه لهم الاشخاص المعروفين ويلي عندهم على ويكيبيديا مثلا البيوغرافي تبعهم رح يقدروا نحن رح يكون في عنا ايزي اكسس من وراء هالابلكيشن بنلاقيها على اي تيونز وجوجل بلاي. وفي عنا ديو وليرنست وسكان برو رح انتقل على سكان برو. سكان برو هي الابليكيشن حقها $6. هل سكان برو هي ضرورية تكون موجودة على ديفايس حيالة حدا منه لأنه فيك تعمل سكان لدوكيمنت تحوليهم من دوكيمنت عادي لبي دي اف وتقدر تبعتيهم باي ايميل. وهالابليكيشن بتسهلك يعني بلا ما نروح ونعمل سكان على سكانر اذا مش موجودة نمسك السيلر نصور هالورقة هي منها لحالة بتعمل كروب بتضبط لنا الكادراج لها وبتقلنا اذا فيها نبعتها باي ايميل اذا بي دي اف او ما فيها نبعتها. سو هيدي للاشخاص اللي بيشتغلوا ب يعني عم تهون الشغل ما معقول يعني كل شيء صار بعصر السرعه اسهل وبنفس الوقت اسرع. سو من بعد هيدي السكان برو عن جد نحن وصلنا مثل ما سبق وذكرت لانه عصر السرعه عصر التكنولوجي كله صار بين ايدينا كله صار حاضر وقت اللي بدنا فيها نعمل اني ثينج.
وهذا كان كل شيء لليوم بفقرة التكنولوجي. على أمل أن شكرا قوي نتلقى نهار الأربعة بأونلاين ميديا. أكيد إن شاء الله. شكرا على كل التفاصيل اللي عطيتنا إياها اليوم وحطيتنا بالصورة كمان بكل جديد بيتعلق بمجال التكنولوجيا. وضلكم أحلموا. ضلكم أحلموا أهم شيء، لأنه إذا ما حلمتوا ما بتقدروا تكفوا حياتكم. حلو الحلم لو كان صغير. شكرا لك أمين. متابعين مشاهدينا صباح لبنان، برحب بكل الاشخاص اللي انضموا لصبحيتنا. مثل دايما بنظهر لخارج الاستوديو لنسلط الضوء على كل الامور اللي عم تحصل بلبنان. هالمره رح نظهر خارج الاستوديو ولكن لين تلفزيون لبنان معنا، بما انه لعائله اعاده اطلاق هالمحطه انضم برنامج جديد وهو برنامج سيكلير، برنامج خبير بالموضه مع اخصائيه الموضه يلي دائما بنوثق بذوقها وعلى مر السنوات برعت اعلاميا وبعالم الموضه. اليوم صارت بتلفزيون لبنان مع برنامج سيكلير، عم بحكي اكيد عن الاعلاميه وخبيره الموضه كلير دمعه يلي اطلقت برنامجها الجديد تحت رعايه تلفزيون لبنان وحضور رئيس مجلس الاداره دكتور طلال مقدسي باوتيل لوغري تنين الماضي. اكيد كانوا اهل الصحافه موجودين واكثر من عالم الفن والصحافه لاطلاق هالبرنامج يلي بيبدا قريبا عبر شاشة تلفزيون لبنان، ورح تستضيف فيه نجوم مش بس من لبنان والعالم العربي إنما العالم كله. كيف كانت أجواء إطلاق هالبرنامج سيكلير؟ منشوف كيف سوا. أول شيء أهلا وسهلا بتلفزيون لبنان، وأنا كتير مبسوطة أنه انضميت لعائلة تلفزيون لبنان. ليش تلفزيون لبنان؟ بعد غيبة 4 سنين كنت مستقرة فيها بباريس، وصدقني ما بتعرف قيمة بلادك غير ما تكون براتها، يعني ما بتعرف قيمة الشغلة غير لتخسرها. قعدت 4 سنين بباريس، حسيت حالي عن جد مشتاقة كتير لبيروت، مشتاقة لطقس بيروت، من رغم من كل من الزبالة شو عنا بلبنان؟ نحن منقول عنه قرف، بس أتليست أقل شيء إنه الشمس بعدها بتطلع حتى لو عم تطلج الدنيا. عنا نحن سعادة دايمة بلبنان، من دل عم نضحك. جزء منه خليني إنه بدي أرجع على لبنان. مرة قاعدة بالبيت عم فلفش، بتعرف منتابع المحطات اللبنانية إن نحن وبرا، وبيطلع قدامي تلفزيون لبنان، وعن جد انصدمت لأنه حسيت في نهضة كتير حلوة، في تاتش جديدة. في سألت وقالوا لي دكتور مقدسي استلم رئيس مجلس إدارة، قررت أول نزلة لإلي على بيروت يكون عندي اتصال معه، وعبالي يكون بتلفزيون مش تابع ولا لحزب سياسي، تلفزيون نوتر. وقررت وحبيت التحدي وبدي فوت على تلفزيون لبنان اكبر فيه ومعه. برنامجي اسمه اول شيء سيكلير، برنامجي سيكلير له معنيين. سيكلير كل شيء واضح وشفاف، كل شيء لوكس، كل شيء حلو، كل شيء مش قادرين نوصل له لمادياً، بس على القليلة العين تشوفه وتحبه. وليش سيكلير؟ سيكلير لأنه بيشبهني، سيكلير بيعكس شخصيتي، بيعكسني أنا. سيكلير هو أنا، هو بالآخر، يعني بالآخر هو أنا. إن شاء الله بانطلاقة البرنامج رح تكون بأول نوفمبر، ورح يكون كل نهار تنين مساءً أكيد بعد الأخبار برايم تايم. كلير هي عالم من أعلام الإعلام، أعلام الموضة والأزياء. وكلير معروفة في هذا الوسط، معروف قيمتها في عالم الموضة، ومعروف حضورها في عالم الموضة وشغلها وخبرتها في عالم الموضة. هذا البرنامج عم بضيف نكهة جديدة على دورة البرامج في تلفزيون لبنان. توعي له هذا البرنامج نظرا لمضمونه بلقاءاته مع كبار المصممين في عالم الأزياء على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي. هذا البرنامج لح بيكون من المدماك، من المداميك الأساسية أو من القواعد الأساسية لدورتنا بفصل الخريف. اليوم واضح جدا سيكلير انه خطوه مضافه على عائله تلفزيون بتكون موجوده
ونحن نترافق سوا بهاللونشينج الصغير حتى نطلب برنامج كتير كبير، برنامج عودنا كلام من خلاله كان بالسنوات الماضية إعلاميا أنه تكون هي ريفرنس رغم ما نعرف أي شيء كان إلا شو الموضة، وكان الجواب دائما عندها. من دون أي تأخير رح أترك الكلمة الأولى رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان دكتور طلال نقدسي. تفضل. اليوم نحن اجتمعنا لإطلاق أحد البرامج الجديدة يلي سيتبعها من اليوم لرأس السنة 5 برامج جديدة على تلفزيون لبنان لتسد جميع هذه الثغرات. ومع مين أفضل منكون تلمون كلير واضحين بالصورة وبالصوت وبالموضة من أنه نبتدي ببرنامج كلير سي تري كلير مع كلير دمع. رح أترك الكلمة لألا ومن بعد ما تخلص في إلنا حوار معكم وسي كلير أنه رح نعطي الكلمة هلأ لست كلير. أول شيء thank you لكم كلكم يلي خصصتوا وقت وجيتوا وتركتوا كل شيء عندكم لتدعموني ولتكونوا موجودين معي بإطلاق برنامجي يلي رح يكون اسمه سيكلير. رح يكون البرنامج كتير واضح، هو بيست على التلفزيون الواقع بعالم الموضة ريل تي في مع عالم الموضة، ورح يكون في تواصل بين أنا وأنتو والضيف يلي رح يكون معي. رح يكون عندكم مثل ريزومي ملخص لمجلة، هيدي المجلة بتشوفوها هي مصورة يعني استوديو تبعها وورلد وايد، ما في مطرح مخصص للتصوير. رح تضم اللايف ستايل، لوكسري، فاشن، حتى الأكل داخل بهيدا البرنامج. هيدا كل شيء. أنا بترك الكلمة لمدير البرامج يلي هو كمان دعم كتير كبير لإلي بتلفزيون لبنان. كل مواطن لبناني بيشكر شخص، بيشكر الأستاذ طلال المقدسي بشخصه على دوره في إنقاذ تلفزيون لبنان الوقت اللي كان لما إجا كان عم يحتضر. ثانياً بدي أشكر الست كلير، حطت ثقتها بمؤسسة إعلامية وطنية، بمؤسسة إلها دور وإلها تاريخ وإلها هوية لبنانية صميمة، إلى دور إعلامي وطني. دور هذه المؤسسة يجمع كل اللبنانيين ويلعب وتلعب حقيقة دور الجامع لكل نقاط الخلاف على مساحة هذا الوطن. صباح الخير عن جديد لكل يلي انضموا لنا بهيدا الوقت. بهيدا الوقت مثل ما تعودتوا صرنا دائما عم نترفق احنا وياكم مع فقره ثابته ببرنامجنا، عم نفلفش من خلالها عناوين واخبار منوعه داخل الصحف المحليه. فان شاء الله هيك بنكون عم نطلعكم على كل جديد بهيدا المجال. شادي اكيد انت كمان بين ايديك كميه كبيره من الاخبار. يعني بعده هيك الجريده لما تلقطيها بايدك وتفلفش فيها بعد عندها غير شعور اكثر من انك تلقطي مثلا تليفون وتعمل سكرول على التويت أو على الجرائد اللي بتعملي لهم فولو. سبحان الله كل شيء بيكون في حياة أكثر، كل شيء بيكون في حيوية أكثر. على كل حال حمدا نحن والمشاهدين بجريدة المستقبل، ورح نروح سوا للصفحة الأخيرة يلي عنونت عنوان أهمه. دايما نحن نطلع على الأمور الإيجابية بحياة الأشخاص، كيف إذا كان السلام هو العنوان الأساسي بكل شيء عم نقول فيه. فأشهر المعالم العالمية ضوت بالأزرق مبارح احتفالا بتأسيس الأمم المتحدة. أكيد أضيء أكثر من 200 معلم ب 60 بلد مختلف بالأزرق مبارح احتفالا باليوم العالمي لمنظمة الأمم المتحدة بالذكرى 70 لتأسيسها. ولون الأزرق هو اللون الرسمي للمنظمة، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالمناسبة عن أمله بأنه يمضي العالم بطريق موحد نحو مستقبل أفضل. إن شاء الله يا رب يعني بيكون فعلا المستقبل أفضل ومليان سلام أهم شيء. حتى معالم أخرى كمان فيها ضوت من بينهم مثل ما كنا عم نحكي عن الهواء، كمان معلم بعلبك العالمي. طبعاً. فأكيد في إدمان دايماً عند الأشخاص على كل شيء حلو، كيف إذا كان الإدمان على المأكولات؟ عندك نوع معين من المأكولات بتحبها أكثر من غيرها؟ شوكولا. يومي. أنا بحاول أهرب منه بس ما في مهرب، بتخيل عندي الكل. كيف إذا كانت البيتزا هي عم تحتل المركز الأول؟ على كل حال احتلت البيتزا هي المركز الأول بين المأكولات والأطعمة اللي يعاد تناولها هو شكل من أشكال الإدمان. وأكيد هالشبه إدمان تعبر عنه بطريقة سلبية مثل الإدمان على المخدرات بحسب دراسة نشرت حديثاً. واحتلت الشوكولا شادي هيدا مهم لألك المركز الثاني. المركز الثاني عظيم.
وأكيد كانت الرقائق تشيبس يعني والكوكيز عم تحتل والآيس كريم والبطاطا المقلية وكل هالأنواع يعني كل شيء فاست فود عم يحتل المركز الثالث. من هيك قررت جامعة ميتشيغان بأمريكا أنه تقوم بدراسة وتقوم بتفاصيل هالدراسة حتى تقدر تساعد الأشخاص يعرفوا كيف يحافظوا على أكلهم وعلى أكل صحي أهم شيء. وتضمنت قائمة الطعام المسبب للإدمان معظم أنواع الطعام المعالج مثل البيتزا وغيرها كتير. وأكدت هذه الدراسة أن العامل البشري دوره أيضا بحسب الدراسات لأنه في تأثير كتير كبير كعامل من العوامل الأساسية خاصة إذا كان في نوع من المنكهات داخل المأكولات كمان هي عم بتساعد على الإدمان عند الأشخاص. وأكيد بدنا نذكر أن الهامبرجر والجبنة والأجبان واللحوم المقددة وكل شيء مصنع هو من الأسباب الأساسية اللي بتساعد الأشخاص يكون في عندهم إدمان. نبتعد عن كل شيء غير صحي ونتوجه دائما للمأكولات الصحية هذا أهم. في إدمان واحد صحي اللي هو صباح لبنان خليكم مدمنين عليه. متابعين جولتنا على صحف مشاهدينا لليوم الاثنين 26 تشرين الأول 2015 تابع مع جريدة الجمهورية. أكيد عناوين عديدة عم تتصدر ولكن بعيدا عن الهم السياسي مثل ما دايما بنذكر منفلفش بالهموم الأخرى والأخبار يلي منحب نتشاركها نحن وياكم. عنوان تساؤلات عن وجود حضارات في الكون يثير اكتشاف ظواهر غامضة في الكون مثل النجم المكتشف أخيرا مع تقطع غريب في ضوئه أثار تساؤلات بين العلماء حول إمكان وجود مخلوقات ذكية في أماكن أخرى في الفضاء. فالنجم KAC يثير فضول الأوساط العلمية بسبب ضوئه المتقطع بشكل لم يتوصل العلماء بعد إلى تفسيره. وأضاف الخبر أنه تم إرسال شعاعات من خلال هالضوء يلي عم بيبين وما تم تفسير المصدر الحقيقي لإله. كما بضيف الخبر وبيقول لا تفسير علمي لتقطع الضوء الآتي من النجم إلى الأرض سوى أن تكون هناك إنشاءات فضائية كبيرة تابعة لحضارة ذكية تدور حول النجم فتحجب ضوءه بانتظام. ولم ينظر إلى هذا الرأي الوارد في مقالة علمية على أنه غريب أطوار، بل إن عالم الفيزياء الفرنسي جون شنايدر وهو العامل في مرصد باريس وصفه في حديث لوكالة فرنسا يعني فرانس بريس هون عم نحكي قال إنه هذا موضوع ما لازم نستخف فيه أبداً لأنه ممكن يكون له تداعيات أخرى واكتشافات توصلنا لعوالم تانية مش غلط. أكو حال العوالم الإضافية دايماً لازم تكون هي مثل بر أمان لكل الأشخاص حتى يعرفوا شو بدهم يعملوا بحياتهم. بر بناء مثل جريدة البناء يلي معك. من هيك هنوصل لجريدة البناء وتحت تحديداً نطلعكم على خبر كل محبي أفلام الرعب صار في متحف للرعب بكلفة 24 مليون دولار. بحب أفلام هلا بدنا نروح نخاف 24 مليون دولار ليه؟ هيدي الكلفة كانت حتى ينشئوا هيدا المتحف تحديدا لكل الأشخاص طبيعي اللي بيحبوا يصوروا هالنوع من الأفلام وحتى يكون الفيلم فعلا في مؤثرات صوتية وبصرية مميزة. أكيد بيعتز فندق ستانلي بكولورادو يلي ألهم ستيفن كينج لكتابة روايته البريق إنشاء متحف للرعب بكلفة 24 مليون دولار. وبيتضمن المشروع قاعة عرض ومتحف ومسرح وبيأمل المشرفون عليه جمع 11.5 مليون دولار كدعم حكومي لإنشاء مركز للرعب بيجمع بين القطاعين الخاص والعام وبالتعاون مع معهد كولورادو السينمائي. وكان كينج استلهم روايته الشهيرة البريق بعد إقامته بفندق ستانلي بكولورادو عام 1974. ولكن هذا الخبر منه الخبر الوحيد. كثير من افلام الرعب بيروحوا للانتحار وكثير من افلام الرعب بحسوا بساتسفاكسيون بيرسونيل وبحسوا حالهم مرتاحين. ولكن صبيه حبت تنتحر على طريقه روميو وجولييت هلا بمصر تحديدا. هلا انت ممكن تنتحر كرمال حدا اذا حبيته كثير. ليك انا هذا الموضوع اساسا ما بيمرق ببالي لانه الحياه حلوه وعايشينها مره وما لازم يمرق ببال حدا اساسا. صحيح على كل حال دائما الحياه ربنا ما نحن اياها ما بعرف كيف نحافظ عليها وما في شيء وما في حدا بيحرم يعني هي كنا اكيد لا هيدا تصريح خطير شادي تحت الهواء بنكفي عليه. على كل حال على طريقه روميو وجولييت انتحرت فتاه بمحافظه بورسعيد بالمصر بالقفز من شرفه مبنى سكني ولحق فيها خطيبه مش لحالها انتحرت خطيبه لحقها لتتاكد من خبر وفاتها بتتناول وهي كانت عم تتناول اقراص دواء لكن هو تتاكد انه هذا الخبر صحيح لحقها ولكن هي لك حتى يتأكد أنه ماتت أو لك هيك وده يخلص منه مش عارف كيف أو لك هو أمل الدواء كمان ما حدا بيعرف. أكيد ذكرت
مديرية الصحة ببورسعيد أنا تلقيت السبت 24 تشرين الأول من مستشفى الزهور بوصول فتاة بتبلغ من العمر 28 سنة وهي كانت جثة هامدة نتيجة إصابتها بنزيف بالرأس وكسر بقاع الجمجمة بعد سقوطها من شرفة الطابق الرابع بمنزل بمنطقة خالد بن الوليد. على كل حال هيدي الصبية نحن ما بنتمنى لها غير أنه فعلا تكون بأحضان ربها وتكون فعلا عايشة بسلام وأمان لأنه الحياة فوق يمكن أحلى بكثير من الحياة. بس تعرف فيها مؤسف أنه بعدنا عم نسمع بأخبار انتحار لأنه الحياة هالقد حلوة وهالقد ما في شيء ما له حل وهالقد ما حدا وما في شيء حرزين لحتى ننهي حياتنا. هلا ما حدا بيعرف شو الأسباب اللي عندها يعني شو ما كانت الأسباب يمكن حتى لو كان السبب بسيكولوجيك يمكن يتوجهوا عن طبيب نفسي ما يخافوا من هذا الموضوع في كتير بقول أنا ما بدي أروح عند بسيكولوج لأنه ما بني شيء. كلنا يمكن بحاجة لبسيكولوج أكيد كل واحد منا عنده عقده يلي مركبة على قياسه. رح تابع مشاهدينا جولتنا على صحف طابع مع جريدة اللواء يلي عنونت عدد كبير من العناوين بداخلها وبالصفحة الأخيرة. رح توقف عند خبرين. في خبر هو شائعات عن حمل كيت ميدلتون لطفلها الثالث بعد ما بنعرف إذا رح يكون في برنس صغير ولكن رح توقف عند خبر عنوانه الموز عقار عجيب لمحاربة الأيدز. طور العلماء عقارا عجيبا مستخرجا من ثمار الموز يمكنه القضاء على طائفة واسعة من الفيروسات من بينها الإنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي فيروس سي وحتى الأيدز ونظرا لأن اللاكتين قادر على الالتصاق بالسكريات وهي المادة التي عرفت باسم بان ليك فإن بان ليك يعمل عن طريقة الالتصاق بجزئيات السكر الموجودة على سطح أعنف فيروسات العالم. بضيف الخبر أيضا يلي موجود على صفحات جريدة اللواء وبيقولوا رغم أن العقار يلزمه المزيد من الوقت للتغلب على عدد من العقبات قبل اعتماده كعلاج فعال للقضاء على الفيروسات فإن التجارب الأخيرة أثبتت ضرورة الاهتمام بتطوير مضادات الفيروسات وبما يختص تحديدا بمحاربة فيروس الأيدز يلي أثبتت الدراسات دائما أنه بعد ما في شيء جذري بهذا الموضوع لحتى المريض اللي يصاب بمرض الأيدز يكون عم بصح كليا. كمان بتابع بجريدة اللواء واستوقفني خبر ثاني يعني قدام خبر الانتحار اللي كانت بيها من شوي عم تحكيه في عندك خبر من نوع آخر يعني قدي في ناس الحياة كمان ما انصفتهم وهن مصابين بمرض السرطان ولكن دائما في بوادر حلوة بوادر خير. هذا الشهر دائما عم نوعي من مخاطر السرطان وكيفية الحماية من هذا المرض تحديدا وكل السيدات والنساء اللي بعانوا من سرطان الثدي يمكن هن عبرة لغيرهم حتى يتعلموا كيف يحافظوا على حياتهم وصحتهم. صحيح يعني الواحد الصورة الشعاعية هي أساس ما يترددوا ما يتأخروا السيدات لأنه الوقاية خير من أي علاج مؤخر. تابع مع جريدة اللواء بعناوين الصحف يلي انتشرت بمختلف الصحف الموزعة بلبنان لليوم 26 تشرين الأول 2015. فتاة في ثامنة تقترح علاجا للسرطان. اقترحت كاميلا ليسنتي من مدينة مانشستر البريطانية على والداها عالم أبحاث السرطان في جامعة مانشستر استخدام المضادات الحيوية كعلاج للأورام السرطانية. كانوا قاعدين وهي طرحوا سؤال عليها لأنه هن باحثين هو وزوجته وجاوبت راحوا عملوا اختبارات وقالوا أنه بعد فحص نظرية ابنتيهما في المختبر حيث فوجئا بأن بعض المضادات الحيوية زهيدة الأسمان استطاعت بالفعل تدمير الخلايا السرطانية. نحن نعرف قد مريض السرطان ممكن يعاني من تكاليف عالية وباهظة جدا لحتى يكون عم يعمل كيميوثيرابي أو حتى يكونوا عم يخلصوه من الموت ويعطوه حياة. كمان متعلق بأمل الشفاء. صحيح. فهون عم يكتشفوا يعني في بادرة لاكتشاف هالنوع من المضادات الحيوية اللي هو زهيد الثمن أو رخيص خلينا نقول وخلص بحثهما إلى أن أربعة أنواع من المضادات الحيوية رخيصة الثمن والتي لها نفس تأثير بعض الأدوية التي يكلف شراؤها مئات الدولارات استطاعت القضاء على الخلايا الجذعية في عينات من سرطان الثدي والبروستات والبنكرياس والرئة والجلد وأورام المخ السرطانية. أكيد هذه دراسة بعدها مبدئية وأولية بدها تطوير وبدها بحث أكثر ولكن يعني
ان شاء الله يعني بتكون أمل. فعلا فعاله وبتكون هي النتيجه والحل الوحيد للشفاء من مرض السرطان. دائما في امل. صح. على كل حال رح نتابع احنا وياكم مع جريده الانوار ولفتنا خبر كوري بامتياز. فكوري من جنوب كوريا عم بيشجع على النوم، يعني قد ايه فعلا النوم هو اساسي بحياه الاشخاص، لانه ما في افزه او اذا بدك نقله نوعيه بحياتنا اذا ما نمنا ورجعنا قمنا بنشاط لحتى نكفي نهارنا. فهلا النوم يعني هو اساسي، وكنا قبل سبق وذكرنا بصباحنا انه مع الدكتور برجيلي كنا عم نحكي عن انه قله النوم قد ايه ممكن تاثر على صحتنا. وهون رح اذكر دراسه اكدت انه الاشخاص اللي بيناموا اقل من 6 ساعات يوميا بيكونوا اكثر عرضه لعوامل بتزيد من احتمالات اصابتهم بالسكري وامراض القلب وجلطات الدماغيه. وقال الدكتور جان جون كيم يلي قاد فريق الدراسه وهو من جامعه يونسي الكوريه الجنوبيه على انه اللي بيناموا فترات قصيره بيهدد صحتهم هذا الموضوع. وتابع فريق كيم نحو 2600 بالغ لأكثر من عامين ووجدوا أن المشاركين يلي ما حصلوا على 6 ساعات من النوم على الأقل بالليلة أكثر عرضة بنسبة 41% للإصابة بالأمراض مقارنة باللي ناموا فترة أطول. وأكيد بقر الباحثون أن عيوب الدراسة بتفتقر لبيانات عن جودة النوم، يعني دائما مثل ما بيقولوا في دراسات بتأكد أنه هذا الموضوع صحيح ودراسات معاكسة ومغايرة لهذا الموضوع بتقول أنه لا، يمكن قلة النوم ممكن تساعدنا حتى نكون حياتنا نشيطة ومليانة زخم أكثر. محمد متابعة الحال فيها، ورح أختم هالجولة على الصحف لليوم 26 الأول 2015. بختم على صفحات جريدة شرق عنوان طائرات من دون طيار لرصد حركة أسماك القرش على شواطئ أستراليا. كشفت السلطات الأسترالية في شرق البلاد إجراءات جديدة لتصدي هجمات أسماك القرش مع طائرات من دون طيار على طول شواطئ ومحطات رصد وعوامل مجهزة بسونار متطور. وسترسل المعلومات التي تجمع في تطبيق خاص عبر الهواتف النقالة، وستستخدم الميزانية المرصودة أيضا لتمويل المواصلات في الأبحاث على تكنولوجيات جديدة مثل السياج الكهربائي الذي تغذيه الطاقة المولدة من الأمواج. وقد سجلت منذ مطلع السنة الحالية 13 هجمة لأسماك قرش على شواطئ مقاطعة نيو ساوث ويلز الممتدة على أكثر من 2000 كيلومتر في مقابل 3 هجمات فقط في العام 2014. يعني أداء السياحة البيئية مهم، المتابعة بأمرها والحفاظ عليها، وحتى أسماك القرش اللي هن يعتبروا عدائيين كمان عم تتأمن لهم الحماية والملاحقة لحماية الناس وحماية الثروة البحرية. هي هيدا كانت جولتنا لليوم على عالم الصحف، أكيد هي محطة ثابتة كل يوم بصباح لبنان. مشاهدينا بعد البريك تشوفي بالستوديو هنا الأستاذ صادق برق وهو منسق مادة تكنولوجي بمدرسة سيدة الجمهور، بينضم له الطلاب سامي خوري وليد بحلق وكارلو كرم، وهن الحائزين على الجائزة الذهبية الأولى بمعرض أوسلو للاختراعات. بريك صغير، صباح لبنان بتابع نوزافين، خليكم معنا. نرجع مشاهدينا لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الأشخاص اللي انضموا هلأ لصبحيتنا وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا، نهار ممتع بتمنى لكم. يا ما تنسوا آت صباح لبنان على تويتر، فولو أس وعملوا تويتس معنا، وكمان صباح لبنان على فيسبوك لايك ذا بيج، وكونوا دايما أبديتد بكل الأخبار حتى نكون على تواصل نحن وياكم. إنجاز جديد للبنان حققه خارج لبنان، مثل العادة لبنان معود أنه يحقق نجاحات خارج لبنان، نجاح ذهبي بعالم التكنولوجيا مع طلاب رح يحكونا أكثر عن هالموضوع برعاية مدرستهم يلي هن منتمين لها سيدة الجمهور، وأكيد رح يكون موجود معنا الأستاذ اللي كان راعي لهالمشروع. كل التفاصيل بأول فقرة. بيرجع الوفد اللبناني اللي نال ميدالية ذهبية بمعرض وارسو الدولة التاسع للاختراعات، حققوا نجاح أولي ونجاح ذهبي بهالموضوع. بصرنا أن استضيف بداية بالستوديو الأستاذ صادق برق وحضرتك منسق مادة تكنولوجي بمدرسة سيدة الجمهور. أستاذ صادق صباح الخير. الحقيقة اليوم نحن نمثل مدرسة سيدة الجمهور، لأن أنا منسق المختبرات التكنولوجيا. نعم. مختبرات كارلوس قسم التكنولوجيا، ومنمثل مباراة العلوم اللي هي منبثقة عن الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث. يعني للحقيقة الشباب قدرات
كتير مهمة لازم تتابع. الأساس هني نحن رافقناه ونحن نتمنى أنه لبنان كله يرافقه ونحن نتشكر تلفزيون لبنان لأنه فعلا عم يضوي على شو هو لبنان، لأنه لبنان مش الحرب، لبنان هذا لبنان اللي بدنا إياه على كل حال، وهذا واجب يعني مش لازم نشكر عليه. رح نحكي أكثر كيف تم التحضير لهالموضوع، ولكن قبل ما نتابع بدي رحب كمان بطلاب يلي موجودين معي بالستوديو. وليد بحلق صباح الخير، شو أخبارك؟ مش الحال، ألف مبروك. وأنت معنا اليوم كمان لحتى نحكي عن هالنجاح يلي حققته، أنت جزء منه أكيد. ألف مبروك وليد. بدي أقول صباح الخير لكارلو كرام. كارلو كيفك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. رجعين هلأ على المدرسة أو اليوم أوف؟ لا هلأ بنرجع على المدرسة. رجع على المدرسة، بيرفكت. ولكن رح نحكي شوي أنا وياكم والمشاهدين عن الجولد ميدل يلي حققتوها بإنترناشونال وورسو إنفنشن شو IWIS ل 2015. قديم مبسوطين؟ سوبر مبسوطين. كمان بدي رحب بالستوديو معي بضيفة التالت سامي خوري. سامي بونجورا، كيفك؟ سامي كمان مبروك لك لأنه أنت مع الشباب بهالإنجاز يلي حققته. رح نحكي أكثر عن تفاصيل عن كيف تربحته، شو كذا كنتم متوقعين هالموضوع أو لا. ألف مبروك، أهلا وسهلا فيكم. رح أبدأ معك أستاذ صادق حتى أنطلق. قد اليوم مادة التكنولوجيا هي أساس، وخاصة بعالم عم يتجه وعم بيروح بهالمسلك أكثر وأكثر، وخاصة أنه الشباب يلي عم بيكونوا بالمدارس حتى توجههم والتعاطي معهم إن كان بالبيت أو بالمدرسة صار توجهه آيباد. يعني اليوم تعطي ولد صغير قلم ورقة لحتى يلون، انكونسيامون بيعمل سواب عليها، بفكر حاله معه آيباد مش أنه معه قلم ورقة. هالمادة قد ايه أهميتها وقد ايه تطويرها والعمل على الطلاب هو أساسي بالمدرسة عندكم؟ الحقيقة الفكرة نشأت من شي 10 سنين تقريبا بالجمهور. لاحظوا أنه طلابنا لما عم يطلعوا على بعد الترمينال على المجالات العلمية عم يكونوا ناجحين، ولكن في البعض منهم عم ياخد خيارات مش سليمة، وبعد 3 أو 4 سنين بيكتشف انه ما حب الاختصاص اللي اخذ. فقالوا ليش ما منفرجون اختصاصات المستقبل بس بكير. نعم. المفاجأة الضخمة كانت انه لما بيشتغلوا باشياء بيحبوها عامل الوقت بينسوا. نعم. وبيصيروا يخترعوا اللي الكبير لا يمكن يعمل. بيصير في عطاء اكتر، productivity اكتر بهال. يعني انا بدي خبرك هو الشباب وخلين هني يخبروا. قبل الامتحانات الصعبة بالبروجيات اللي عم يقلي، وهذه البروجيات اللي عم تجمعهم كمان هاي الصور عم تترافق. كانوا يسهروا لساعة 4 بعد مسلم 5 الصبح يبقوا عم يوصلوا الليل بالنهار، والوقت ما كان كتير مهم بالنسبة لهم، كان مهم انهم يوصلوا ينجحوا ويبرهنوا للعالم انه فكرتهم رح تنجح، لانه هيدا اختراع ما كان موجود سابق. حلو. إذا بدي أبدأ بالحديث رح أبدأ مع وليد. وليد خبرنا أول شيء لما عملتوا الانفنشن أو انطرح البروجكت، يعني كيف تبلشت الأمور، انطرح البروجكت بالمدرسة معكم، خبرنا شوي كيف تصار الموضوع بالمدرسة. أول شيء نحن إجا مسيو باري أنا بالصف وقال إنه رح نبلش جروب تكنولوجي وعم ننبش على أشخاص عندهم أفكار انترسي بالموضوع وبدهم ينفذوها. فأنا رحت عند أصحابي كخلو وسامي وقلت لهم ليش ما منبلش جروب سوا وننبش على فكرة. فكنا عم نطرح على مسبار كتير أفكار وكتير عم يرفضهم لأنه عم بيقول هيدا في شيء مش زابط فيها. أنتوا هيدا أفكار كنتوا مفكرين فيها قبل أو عملتوا brainstorming للبروجكت هيدا؟ لا عملنا brainstorming للبروجكت، وبعدين صار أكسيدان لأختها لصاحبتنا. هي كنت عم تعمل سكي وتوفيت هونيك وتأثرنا كتير بهيدا الموضوع. فأنا كان كي سبجكت لحتى على هيك مثل مسج يعني لإلنا، وقلنا ليش ما بنخترع شيء تنساعد الناس وتنساعد إنه هيدا الشغلة ما تصبح حالة. يعني ميلاني كانت هيك الباب يلي انطلقته منه لحتى توصلوا للبروجكت. رح تابع مع كارلو كرام. كارلو أول ما بلشتوا تشتغلوا على الفكرة وصرتوا عارفين، يعني طرحتوا الفكرة على مستوى برق، شو قالكم لما طرحتوا هاي الفكرة تحديدا؟ يعني كيف عطاكم الموافقة الابروفل عليها؟ هلا نحن طرحنا الفكرة أول شيء وقلنا يعني
على عكس الافكار اللي طرحناها قبل قلنا هاي فكره منيحه معقول تمشي نعم. بس ضلكم عم تطرحوا افكار تنشوف شو في شو بيطلع منكم بعد. هلا نحن شو عملنا بهالحاله؟ صرنا نركز اكثر واكثر على هالفكره، صرنا نشدد عليها، وكل ما نجي لعنده نطرح فكره ونرجع نشدد على الفكره اللي طرحناها قبل انه رسيت انه خلص هيدي الفكره اللي نحن بدنا نمشي فيها، وهيدي الفكره نحن اشتغلنا عليها منيح وعاملين البحوث تبعنا على هالفكره على اساسها ويعني كنا رح نشتغل فيها 100% وكان 100% ظابطه معنا و100% ركبة براسه. كارلو رح نتابع حوارنا ورح تابع معك كمان سامي لحتى احكي اكثر عن البروجكت كيف طورتوه، ولكن بكليب صغير اوماج لميلاني اوماج للبروجي يلي انتم نجحتوا فيه ووصلكم للجولد ميدل بالبروجي تبعكم، رح نشوف فيديو سوا نرجع نتابع حوارنا. البري برودكشن خليني اقول تبع هالمشروع وطريقه التنفيذ، بدي اتوقف لحتى احكي مع سامي خوري. سامي اذا بدنا نحكي شوي عن هالانفنشن يلي هو درون دو سيرفيونس دانترفنسيون يلي هو عباره عن طائره من دون طيار بتطير فوق حلبات تزلج والاماكن لحتى تامن المراقبه والتواصل، اذا بدك تخبرني اكثر عن الانفنشن شو هي على الوضع. اوكي، اول شيء الاختراع تبعنا مش درون، اكيد مش درون، هو السوفت وير يلي مركب على الدرون يلي من خلاله نقدر نشوف الدرون هو شو بيشوف، فبيبعت هيدا الدرون الصورة يلي بيلقطها مع الكاميرا على البيس ستيشن يلي هي على الأرض، ونحن الاختراع تبعنا هو البروغرام يلي بيدرس هيدا الفيديو وبيشوف
فيها اذا الشخص وقع فيها او لا. واذا الشخص وقع فيها بيفرج صوره وين وقع تاع الزلمه يلي يعني يلي عم بيراقب هيدا السوفت وير، بيشوف اذا الوقعه حقيقيا خطره او بس هو يعني يعني بشوف درجه الخطوره تبع مزبوط. بس الفكره تبعنا يعني اكيد مش لاسكي بس، فينا نستعمل زيت السوفت وير بلا اي تعديل فيه للصحراء وللبحر وللهايكرز بالماونتن. وكمان اذا منشيل الدرون ومنركبه على كاميرا في كيف بتتحكموا فيه عن بعد؟ يعني هو له ريموت كنترول عاده، هو بيمشي بالاوتو بايلوت بضلوا يطير بالجو ووقتها يلقط وقد ايه بيلقط سيجنال عن بعد، يعني قد ايه سيجنال تبعه اكوريت وقد ايه بضل عندكم لينك معه قد ما بعد. اذا ما بتحط ولا اونتان بيمشي 1 كيلومتر ريجيوس، وكل ما تزيد اونتان بيزيد الاريا. بيرفكت. بس وكمان يعني اذا بنستعمله بدون طياره فينا نركبه على كاميرا فيكس ونصير نستعملها بدير العجزه او بجاردريات لمراقبه الناس اذا صار لهم شيء او لا. شغله كثير مهمه فعلا. استاذ صادق اذا بدي اتوقف اكثر، يعني هون انتقلنا لمرحله الورسو انفنشن شو، كيف لحتى شاركتوا فيه؟ بعتوا ابلكيشنز او كيف تمت المشاركه؟ في مراحل، يعني نحن قبل كل شيء دخلوا المباريات المحليه، نعم، يعني كانوا بالجامعه الامريكيه بالايوبي، من ثم انتقلوا على مباراه العلوم. مباراه العلوم هي مباراه بتعملها الهيئه الوطنيه للعلوم والبحوث، نعم، وهي مباراة على صعيد لبنان كله. بلبنان تختار الأوائل، هالأوائل اللي بتلاقي فيهم أنه هن خرج يطلعوا على العالمية تختارون وبترافقنا بكامل. يعني أنتوا كنتوا تعملوا جروبات من لبنان بفهم منك أو لا؟ لا، نحن مبدئيا كانوا هلأ جروبنا، نحن كنا ممثلي لبنان فقط، فرد جروب موجود بوارسو. هلأ إن الله راد آخر هيدا الأسبوع رح نكون بجروب آخر بألمانيا، ومن ثم بنص نوفمبر رح يكونوا جروبين، ثلاث جروبات رح يكونوا موجودين بالكويت. يعني نحن عم نفوت على المباريات العالمية وعم يطلعوا الشباب، يعني الميدالية الذهبية اللي أخدوها with mention. صحيح. يعني مع تقدير خاص. صح. هلا عم نشوف على الهواء، رح نبقى نمرق كمان تعطي فكره عن الشهاده اللي حصلوا عليها بهالاطار. معدل الاعمار اللي كانوا بالاكسبوزيشن هنيك كان بين ال 25 وال 50 سنه، هن الوحيدين او بالاحرى كان معهم جروب اخر شبابي، والبقوي عبر العالم كان في 600 اختراع. نعم. كان في 25 دوله مشاركه، ولبنان يطلع الأول، هيدا شرف لكل اللبنانيين. أكيد، يعني حصولهم على الميدالية الذهبية أكيد شرف للبنان وللمدرسة ولكل واحد منهم كمان. وليد، لما رحتوا لهنيك كيف شرحتوا قدام لجنة البروجي اللي عاملينه؟ يعني لما رحتوا شو رحتوا عملتوا على المزبوط؟ أوكي، أول شيء الكومبيتيشن كانت يومين، والتالت يوم كان في الرميز دي بري. أول يوم كان في جوري كانوا عم بيمرقوا علينا ويشوفوا إنه عم بيسألونا شو هالبروجي وفسرونا شو عم بيصير وكيف تشتغل وشو الفكرة. فنحن كنا عم نعرض عليهم الفكرة ونفسر لهم إنه فكرتنا كيف بتساعد العالم، لأنه هيدا الأول جول لإلنا. وعملتوا ترايل، يعني كان في ترايل على أكيد أكيد. وفرجناهم لايف شو عم بيصير وكيف كيف بيزبط البروجي تبعنا. حلو. وعم بيحطوا نقط هون، وكانوا عم بهن، كان في لجنه عم بتقيم الموضوع. رح تابع مع كارلو. يعني من بين 600 مشروع انطرحوا تقريبا من 26 دوله بالعالم، انت حصلتوا على المركز الاول. طلبناك هيك تفرجينا تعلي الميدايات لحتى نشوفهم على الكاميرا، احملوهم شوي. هلا في اذا فينا نفرجيها. ايوه تمام. هي الميدالية اللي حصلتوا عليها برميز دبري، كنتوا متوقعين؟ يعني شفتوا انتوا غير بروجيات لما انعرضوا، كنتوا حاضرين بالبرزنتاسيون تبع غير بروجيات؟ هلا نحن ما بنكون حاضرين بالبرزنتاسيون تبع غير بروجيات، بس نحن وبس يكون في عنا لجنه الحكم مش عم تقيم بروجي تبعنا، نحن فينا نقطع على البروجيات الباقيين ونشوف انه يعني حكيتوا طلاب من غير دول، من غير اختبارات او مخترعين، خلينا نقول يعني ما كان في طلاب. نحن حكيناه هون وشفنا انه
اول شيء المستوى تبع هو الاختراعات كان عالي كثير عالي. في اختراعات مش بس بالتكنولوجيا، في اختراعات اول شيء كثير بتستعمل على على يعني للصناعه، بتهين الصناعه، بتهين الفحوصات اللي بنعملها على المكنات لمين اتاكد انه يعني كنتم مستبعدين الربح والحصول على الميداليه الذهبيه؟ انا شخصيا كنت مستبعد الربح لما شفتوا البروجيات البقيه. سامي اذا بدي اختم معك، يعني لما حصلتوا على الجائزه هيك انه شو كانت رده الفعل؟ يعني شو قلتوا بين بعضكم انه حسيتوا انه انه لا this is not happening، يعني انه ايه حصلنا على المركز الاول؟ لا يعني اول شيء بالكاتيجوري تبعونا كان في كثير مشاريع منيح، ويعني اكيد يعني بركي يستاهلوا يربحوا اكثر منا، ولكن النتيجه اجت لصالحنا. ايه مزبوط، وقتها كانوا عم بيعلنوا الريزلتس وقالوا سامي خوري، وليد بحلو، كارلو كرم من لبنان، وإنا تناخد الجائزة. يعني كنا كتير مبسوطين ويعني إجوا من أول حدا خبرته؟ إنه كان في أهلنا معنا. كانوا أهلكم معكم؟ آه يعني إيه دغري، يعني بعتنا مساج لمستر بري. واو انبسط كتير كمان. وكل المدرسة كمان. وكيف كان رد الفعل لما رجعتوا على المدرسة؟ كلهم انبسطوا عنا، وكلهم كل الأساتذة إجوا قالوا لنا مبروك. ماشي سامي وليد وكارلو هيروز، يعني صاروا ستار ستارز اكزاكتلي. استاذ صادق بري انا بدي اشكر وجودك معنا على امل دائما هالجولات اللي عم تحكي عنا والجروبات يلي عم ينتقلوا، وتكونوا عم تشجعون، تكونوا دائما حاضنين لهم. المشروع القريب هلا اللي عم تحضروا له اقرب شيء شو هو؟ اللي رايح ألمانيا؟ على المانيا. نعم، وهو مشروع ربح كمان مركز اول بلبنان. اها، وان شاء الله يطلع له حظ بالمانيا ونكون عملنا دوبلي للبنان السنه ان شاء الله. لك انا بقول لبنان اذا استمر عبر التاريخ هو بقوه هالافكار وهالادمغه، وهودي اذا عندي امني تنختم هو انه يتابعوا ما نضل يعني هون نداء للدوله للمعنيين لكل الاشخاص يلي ايمانهم بهالشباب يلي هن لبنان المستقبل. هذا لبنان يلي بدنا اياه. على كل حال شكرا لك استاذ صادق بارق، منسق ماده تكنولوجي بمدرسه سيده الجمهور، اهلا وسهلا فيك. وليد بحلو الف مبروك مره جديده. شو الاكسبكتيشنز تبعك لبعدين؟ يعني انت على صعيد شخصي للكارير تبعك، شو عبالك تكمل بعدين؟ انا شخصيا للكارير تبعي بدي اعمل كمبيوتر انجينيرينج تكمل انه هيدا الباشن اللي عندي على كل شيء كمبيوتر. بس وان شاء الله اكون ان شاء الله. جود لك. ايه ميرسي. جود لك من كل قلبي. كارلو كرم كمان بتشاركوا نفس الباسيون نفس الاختصاص لبعدين؟ هلا هو قريب الاختصاص بس انه بيدمج بين الميكانيك والكمبيوتر انجينيرينج اللي هو هذا ايروسبيس انجينيرينج، واكيد بنحب ما ننسى هالبروجي، يمكن بالمستقبل نقدر نسوقه مع اكيد وتطوروه اكثر نكتسبها بعدين بالجامعه وتطوروه تشتغلوا عليه ويصير كوميرشال ويكون بالسوق كمان متاح. شكرا لك كارلو كرم. سامي خوري كمان الف مبروك واهلا وسهلا فيك بصباح لبنان معنا انت وزملائك. كمان شو الاكسبكتيشنز تبعك لبعدين؟ انا بدي اعمل مهندس كهرباء. هذا الجول تبعك والان؟ لا لا هلا ايه. انا بدي اقول لكم جود لك بتجننوا، وام شو رح توصلوا للي بدكم اياه اذا عندكم هالباشن وهالبرسيفيرانس يلي عم تشتغلوا فيها. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لوجودكم معنا استاذ صادق برق، وليد بحلو، كارلو كرم، وسامي خوري. اهلا ميرسي. مشاهدينا بريك صغير بيفصلنا عن متابعة صباح لبنان، فقرات عديدة بانتظاركم ومتنوعة أيضا. بعد الفاصل دانيال بودرغام ورامي بوحمدين بيحكونا عن مسرحية كبريت، رجع موسم الشتاء ورجعت معه مش بس الشتاء والعواصف إنما كمان موسم المسرح يلي بينشط بلبنان. فبريك صغير وصباح لبنان بتابع نو زابينج، خليكن معنا. صباح لبنان بتابع وفقراته، وصلنا هلا لفقره دانيال افر حتى نحكي اكثر عن الاعمال المسرحيه والفن المسرحي تحديدا بلبنان، وقد ايه فعلا هذا النوع من الثقافه لازم يكون موجود بمجتمعاتنا وتحديدا بمناطقنا. واكيد اليوم راح يكونوا ضيوفي دانيال بودرغم، اكيد كاتب مسرحيه كبريت، واكيد رامي بوحمدان المخرج، والممثله ميرا الحسنيه. اكيد التفاصيل راح نتابعها سوا نحن وياكم ضمن مسرحيه كبريت. Thank you.
صباح الخير لكم واهلا وسهلا فيكم. يعني مجرد ما نقول مسرحيه كبريت وهذا العمل المقتبس عن مسرح للكاتب سعد الله والنوس واللي حمل عنوان الحياه ابدا، يعني فعلا قد ايه ممكن دوره الحياه هي مسرحيه بحد ذاتها، وكيف اذا شعلت كبريت ممكن تولع حياه بحد ذاتها. فرح نبدا معك دانيال بدرغم كاتب مسرحيه كبريت. ليه كبريت؟ اول شيء النص هو مقتبس عن مثل ما قلتي حضرتك عن نص للكاتب سعد الله والنوس حياه ابدا. سعد الله والنوس من خلال مسرحيته حكي عن صراع دائم بين الخير والشر، هيدا الصراع يلي كلنا منطرح اسئله التباس حوله، لا في خير وشر بالحياه وشو دورنا نحن، هل خير ولا شرير. فبتجي كبريت هون كرمال تحور هيدا النص لواقعنا الاجتماعي مثل ما نحن عايشين. نحن عايشين بصراع دائم بحد ذاتنا، وهيدي الاشياء اللي عم بتولع الدنيا كلها مثل ما عم تحكي هي بحد ذاتها خايفه انه تولع، خايفه انه تطلع من علبتها كرمال تولع برا، وخايفه بذات الوقت انه ترجع على العلبه لانه في حال رجعت العلبه كلها رح ترجع تولع معها. فهون بيوقع عنوان كبريت كرمال يطرح هيدي الاشكاليه الموجوده بحياتنا. نحن ليه خايفين ومن شو منخاف، ولي هيدا المجهول يلي بنظرنا دايما هو مجهول بخوفنا، ليه نحن ما بنرتاح معه، ليه ما بصير في سلام بيننا وبينه. نعم، يعني مثل ما بيقولوا تفاحة مضروبة ممكن تضرب صندوق كامله، يعني نفس الشيء هذا الموضوع ريسيبروك. على كل حال رامي ابو حمدان، حضرتك مخرج مسرحية كبريت، يعني قد ايه ممكن العمل المسرحي والإخراج المسرحي ياخذ طابع مختلف عن الأعمال الدرامية والأعمال التلفزيونية؟ طبيعي المسرح بحاجة لنظرة مختلفة. مزبوط، أكيد. هلا نحن بس نحكي مسرح، حتى نهج الدراما بيكون لتركيبة العمل بتكون غير. نحن أخذنا هذا العمل المسرحي بحد ذاته عمل مسرحي، بس بنحاول نحن كنعرضه على التلفزيون ما حيوصل المسرح لنوصله أكثر وأكثر، لأنه المسرح هو اللي عم الأم اللي بيجمع كل شيء، اللي فينا نعبر فيه ونكبر فيه بالآباء، وفينا نعمل فيه جروتيسك، وفينا نشتغل فيه شيء على الخفيف، وفينا نأوفر قد ما بدنا من ضمن الشخصية في الإحساس واللقط. بينما إذا نشتغل شوية تيفي أو أكثر من تيفي اللي هو تداول أكثر على العالم، عالم كتير بتحضره، ما فينا نوصل المسج اللي بنوصلها بالنسبة لنا على خشبة مسرح. نعم، هي الأساس. كمخرج بمسرحية كبريت شو المساج اللي وصلته للعالم؟ بدي أقول لهم أنتوا حكم قراركم، أنتوا بالحياة، ما تكبوا حالكم على المجهول بتقولوا يا حدا ساعدني أو يا الله ساعدني. نعم، شغلوا عقلكم، فكروا، ما في حدا بقول لكم والله روح اتكل. لا، هيدا كممثل عم بتوصل الرساله، كمخرج نفس الشيء بتقول لهم. كمخرج اكيد نفس الرساله، لانه انت عم تحكي بجزيره بتطلع الكبريتي بتولع. نعم، نار، بس الكبريتي بتعطي نور قبل ما تعطي النار. الكبريتي بحد ذاتها هي بتفني حالها مشان تخدم الانسان، احنا شيء ما بنطلع فيها، الانسان بس يخلص منها شو بيعمل؟ بكبها. يعني عم نطلع نحن طول منظر نص الكبايه الفاضي، ما بنطلع نص الكبايه المليان. نعم، هذا الانسان بحد ذاته اللي عقله بوديه على الشر، بس إن ما بيعرف انه ممكن العلم كمان يوديه على الخير. اسمنا انسان، اسمنا بشر، بنغلط اوكي، بس لازم نفكر بغلطنا لنتعلم منه مش نرجع نعيده. المشكله الاكبر انه بنغلط ونرجع بنعيد. صار نتعلم. على كل حال دائما العمل المسرحي ما بيعتمد فقط على كتابه المسرحيه وعلى اخراجها، انما هو ايضا بحاجه الى فريق عمل متكامل. بلا ممثلين عمل مسرحي غير موجود. ميرا الحسنيه الممثله بمسرحيه كبريت، شو دورك بالمسرحيه؟ أنا دوري شاب من الآخر. أخذ دور شاب، وهذا الشاب هو بده يوصل رسالة معينة، وما بيقدر يوصل هذه الرسالة خصوصي بهذا الكاركتر إلا إذا كان شاب. يعني في ناس بمجتمع ما بيقدروا يوصلوا للي بدهم إياه إلا إذا اضطروا يتخبوا بشي معين، أو إذا اضطروا يغيروا بحالهم كرمال يوصلوا. فهذا الشاب اضطر انه يغير بحاله كرمال يوصل للي بده اياه. رح يعرفوك العالم انه انت ميرا ولا لا؟ خبيه مفهوم. هلا خبيه. عندي مشكل يعرف العالم. نعم، بس حتى بضل عندهم هالالتباس انه ليش معمولي شاب ومش كثير شاب، وليش هي مبينه شوي بنت، مع ضمن انه الكاركتر اسمه سعد على المسرح. نترك على طول هذا الاجابه. على الحال رح نحكي اكثر عن التخطيط الفني بسياق حديثنا، ولكن خلينا نتابع سوا هذا التريلر لنعرف اكثر شو هي مسرحيه كبريت.
يعني قد دائما العقل بده يكون له دور بتحكيم الامور وحتى دائما باختيار الانسب ويعرف يميز بين الخير وبين الشر. وهذا العمل المسرحي المعاصر اذا فينا نسميه اللي انتم عم ترجعوا تعيدوا احياء في قصه الحياه ابدا للكاتب المسرحي سعد الله ونوس، اكيد تحيه كثير كبيره له. اكيد اخذتوا الاذن الطبيعي مسبقا من احد الاشخاص اللي هن قيمين على اعماله الفنيه، طبيعي ما رح تقوموا بالعمل بدون ما تاخذوا الموافقة والإذن. ولكن هذا المسرح تحديدا رح يكون بمنطقة الشوف بعقلين تحديدا بين 7 و 28 الثاني 2015 على مسرح فخر الدين تحديدا. ليه بشوف؟ لأنه نحن بنشوف إذا ما بلشنا مطرح ما نحن مثلا نكمل على طول. النبت بتطلع من البذرة بتطلع من ورقتها، نحن نبلش من أرضنا من ترابنا منطلق نكبر أكثر وأكثر. بحاجة برأيك دانيال المجتمع اللبناني تحديدا للثقافة المسرحية والفن المسرحي عم بيفتقر لهيدا النوع من الأعمال؟ حاليا كتير كتير صراحة، وهذا الشيء اللي عم بيخلينا نتحمس زيادة للشغل على هذا الموضوع. وبكل حماس نحن عم نجرب نطلع هيدا العمل لنوصل المسج اللي حابين نوصلها. بس أنا بدي أوضح شغلة إنه النص منه اقتباس قد ما هو توليف. في فرق يعني يعني هون اذا بدنا نحكي كاعاده صياغه بالقصه، في اعاده صياغه، منا قصه يعني منا الافكار اللي مثل ما طرحها سعد الله والنوس بعدها موجوده بالمسرحيه. نعم هيدي الفكره، يعني احنا وجهناها بطريقه كرمال تخدم مسرحيه كبريت. يعني فينا نقول الشخصيات هن المقتبسه، الاحداث مغيره. نعم. على كل حال ميرا، نعرف دائما انه الممثل بده يعيش الدور تقدر يوصل الرساله. يعني ما بعرف قد ايه قدرت تعيش دور الرجل او المجتمع الذكوري بين هلالين تقدر توصل الرساله تحديدا للمجتمع الذكوري فقط. لا، هي رساله للمجتمع ككل. نعم. يعني بكل اشخاص موجودين فيه. اني عشت الدور، عشته جدا مش شوي، مش بس كساعد كشاب، لا عشته ك شخصية سعد من جوا. يعني هو كيف بيفكر؟ مين بيكون سعد بالمسرحية؟ هو الشخص اللي ما فينا نفضحه. اف، يا هي فضيحة إذا قلنا من سعد. لا لا، سعد هو العنصر المخفي بالمسرحية. بالضبط. فإذا جبنا سيرته هلا وفضحناه ما بعده له معنى. يعني فكرة صورة على الهواء، هو سعد هو الشخص اللي لابس البرنايطة بالصورة اللي قبل مزبوط. اللي كانت اللي لابس الشابو السوداء على راسه، هيدا هو سعد. عرفتك. في كثير ما عرفوني بس. مش اخذينا كثير ابصير صوب انه خلص انه هذا رجال باين انه رجال، لا تركين في عنصر قلتي بس انه ممكن يكون حدا بدون. على كل حال دائما الاحداث اذا ما كانت مترابطة واذا ما كان فيها حبكة ما فينا يمكن نأديها أو نوصل الرسالة من خلالها. الحبكة اللي موجودة بهيدي المسرحية أو الهدف من وراها شو هو دانيال؟ أو مين بحب جرامي؟ مين بحب يجاوبني؟ أوكي، في إشياء نحنا ما بنقدر نوصلها للمجتمع إلا من خلال الفن، لأنه الفن بلطف الإشياء. يعني الرسالة اللي بتوصل من خلال الفن بتوصل للأذن عند المشاهد أو المستمع بطريقة بصير يفكر بينه وبين حاله، انا لازم ظبط وضعي ولا مش لازم ظبط وضعي، غير ما نوجه له اياها دايركت. فهون بهيدي المسرحيه بالذات الرسائل عم تطلع بطريقه مبطنه بطريقه واضحه بنفس الوقت عن طريقه حياته. يعني بمحل معين نحن دائما بنكبكب الاشياء على الشر، لما يصير عنا شيء مش منيح بالحياه بنهربته بنقع بالارض بس هيدا الشيء صار من خلال غياب الخير. ما في شيء اسمه ظلمه، في شيء اسمه غياب للنور، هذا اللي نحن اللي عم نطرحه. يعني وقت اللي بيكون في ما في ضوء عم بيضوي هذه الغرفه، ساعتها صار في عتمه مش العكس. لا. مش لانه في عتمه ما في نور. يعني هي الحبكه الاساسيه الحياه وكيف بيفهموها البشر. هي مسرحيه مبنيه على اذا بتكون قصه بتحكي مجتمعين مختلفين عن بعضهم او ناس او مجتمعين بمقهى، رجال تحديدا عايشين بقلب المقهى كل الوقت وعم بينتقلوا بين المدينه اللي هن عايشين فيها وجزيره ثانيه. هيك المسرحيه بتقول. فينا نقول الاسم الثاني من المسرحيه هو حكايه. اوكي، وهي بتشرح حالها اكثر واكثر المسرحيه بالتتابعيه، والاحداث مرتبطه من خلال قلت لك ان القهوه هي بحد ذاتها مرايه. اوكي، والحكايه اللي عم تنحكى وفكره المسرحيه وتركيبه المسرحيه هي المجتمع وهي الجمهور اللي عم بيشوف، والجمهور كيف بيشوف كل واحد بهالمسرحيه. نعم. شوف حاله مين بالمسرحيه وليش هالانسان بالمسرحيه، ليش انا
مبين على المسرح. هاك بحال المسرحية بتضمن 16 شخصية تخنقتوا من بعضكم على بين 15 و 16. في شخصية مثل ما بقولوا هي القطب المخفية بالمسرحية. حابب يتابع المسرحية مع لي غير يتوجه على بعقلين على شوف تحديدا المسرح فخر الدين حتى يتابع مسرحية كبريت بين 7 و 28 عام 2015 يعني نحن خلال هيدي السنة تحديدا. وأكيد الممثلين اللي خلال المسرحية هن 13 ممثل من بيناتهم دانيال بودرغم أكيد اللي موجود معنا كاتب المسرحية شكرا لوجودك وأكيد نيرة الحسنية الممثلة ورامي بوحمدان مخرج عمل كبريت العمل المسرحي المميز اللي فعلا بحاجة نحن لهيك أعمال تكون موجودة بلبنان تحديدا وعلى مسرحنا لأنه المسرح اللبناني يمكن صار له فترة ما أخذ حقه لازم يرجع يستعيد نشاطه. شكرا لوجودكم وأهلا وسهلا. بعد بريك رجعين نحن وياكم حتى نتابع فقراتنا المعتادة وأكيد رح نكون نحن وياكم مع سيجمنت نترشن مايا نحول ورح ناخد تفاصيل جديدة وأكيد الأسئلة رح تكون كتير متعلقة بحياة كل واحد منكم الصحي. نرجع مشاهدينا لمتابعة صباح لبنان. برحب فيكم بعد شوي رح تكون معنا مايا نحول لحتى نحكي عن السوبر فود لحتى نحكي نصايح غذائية مثل كل مرة بالأسبوع منتوقف عندها النصايح. وبختام الحلقة رح نكون مع سارة كيروز حتى نتوقف مع الفوغ فاشن ويك لهالسيزن يلي دايما بيكون مميز ودايما التيم بيشتغل لحتى يقدم أجمل شيء بالفوغ رانوي. كمان كل تفاصيل مع سارة كيروز. أما هلأ بعالم الإخراج رح نتوقف عنده أكتر وخاصة الميوزك فيديوز والإعلانات. الميوزك فيديوز اللي عم تاخد حيز كتير كبير عند الفنان اليوم بما أنه صرنا بعصر صوت وصورة وصار كل فنان بهمه أنه يوصل الأغنية تبعه من خلال قالب متكامل وفكرة معينة. ولكن أكيد بالكواليس بيكون في مخرج بيكون في قائد أوركسترا رح نحكي عنه عن مشاريعه بهالموضوع بضمن هالفقرة. عدد كبير من الأعمال برصيده وتعاون مع أكثر من فنان من بيناتهم سوبر ستار رامي عياش البوب ستار وفنان أولى القصة هاني العمري جورج غيب ومدخوري وغيرهم من الأسماء عنده أكيد البصمة الخاصة فيه رح نحكي معه وعنه أكثر. مخرج جورج أبو عبده صباح الخير. موجود. شو أخبارك؟ سبب يعني ماشي الحال. أهلا وسهلا فيك مثل هالبلد. يا هلا جورج. اليوم بدنا نحكي إخراج ولكن الواحد لما بيكون عنده ميل للفن وبيكون عنده ميل لهالعمل يلي بيختاره لأنه مهنة منا سهلة أبدا مثل أكتر بيفكروا ببلش من هو وصغير. أدا أنت الدعم كان من والدك من أنت وصغير وكيف هيك بلشت تتكون هالفيجن لشغلك من أنت وبعمر صغير؟ هو لأنه الانفايرمنت كان شوي دعمني بالموضوع فربيت بمطرح كله كاميراز إن كان فيديو أو فوتو وهيك نميت معي القصة كتير. كان البابا مولع بالتصوير كان عندك حشرية؟ كان عندي كتير الحشرية سواء من 7 سنوات تقريبا بلشت صور فيديو هاند هيلد حط على كتفي بصور. اكتشفتها شوي شوي انتقلت للميوزك كمان صرت اربط بين الميوزك والفيديوز وهيدا لسلنا لهون يعني اكيد تخصصت فيها بالجامعة ما الى هنا يعني كملت الكاريير كلها ما خليت شيء. كان في دعم كامل من الاهل لانه يعني عادة الاهل بيتخوفوا وخاصة انه شاب يعني بدهم مهنة تكون طلع له اثبت يمكن اثبت لا على العكس يعني يمكن بوقتنا نحن عم نحكي بشوية سنين لورا كان العقل مش مثل هلا يمكن هلا صارت عم بتفوت بالمناهج عم يدعموا التلاميذ عم يدعموا شو بيحب عم بيكملوا له. احنا ما كنا هيك قبل لا بس على العكس كان في دعم كامل. نعم. طبعا يعني اكملت دراستي مثل ما لازم وهيدا وهيدا ورجعنا تخرجنا. يعني الميوزك فيديو صار عالم بحد ذاته اليوم وصار عم بيشغل كتير من المخرجين. انت صحيح. كان لك تعاونات كتير خليني هيك ابدا معك لحتى نحكي عن الاغنيه اللي بتكون مصوره الاغنيات اللي بيكون عندهم ليركس يعني بيكون في ليبسينج فيهم واغنيات بتكون بس ميوزك. شو الفرق بالستوري بورد اللي بترسمها الاثنين يعني انت كيف بتخطط لستوري بورد لاغنيه في لها ليركس او لاغنيه تانية ما لها كلام ولكن هي بس انغام موسيقيه؟ هي ليك على طول الفيزيون بالميوزك. الميوزك في عندها فيزيون غير في عندك طموحات أكتر في عندك صورة بتتخيلها بشكل أوسع جدا من الليركس. الموضوع
بده يكون عندك أذن موسيقية جدا جدا حسب شو نوع الآلة اللي عم تتعامل معها حسب مين الفدات يلي معك في كتير عناصر بتتغير بتختلف صعب التعاون أكثر مع فنانة أو مع فنان يعني مع رجل أو مع امرأة ليك أنا عم شوف إنه مع رجل أصعب خاصة إذا عم تتعامل مع نجم موجود وعم تتعامل معه بطريقة تانية بدك تغير لوك معين في صراع صعب انك تقنعه بكون ايه يعني في شويه مش قصه صعب او مش صعب بس في عندك تركيز اكبر بينما البنت بيجي ستيلها معها يعني عاده بتكون حاطه ميك اب انت بتغير شيء بسيط ولكن على طول البنت بتكون على الشاشه غير والبرودكت تبعولها بتوصله بشكل اسرع من الشاب صحيح اكيد حابه نتابع حوارنا معك جورج بوعبدو رح نتوقف مع معزوفه نوفمبر اللي انت عملت الميوزك فيديو لها وهي للفنانه جوال سعادة رح نشوف الميوزك فيديو يلا ونرجع نتابع حوارنا مع انه نحن اسبوع بيفصلنا عن نوفمبر اسبوع واحد بيفصلنا عن تشرين الثاني ذكرت انه العمل مع الرجال اصعب اكثر مع انه متعارف عليه اكثر انه الصبيه يلي بتنق اكثر على اللوك تبعها على الميك اب على الاضاءه على الكونسبت حتى الستوري بورد حتى لو بضل في عندها البنت شيء مميز انه هين توصل للجمهور بطريقة أو بأخرى طبعا يعني في شغل بكل الأحوال في عندك شغل إن كان للشاب أو إن كان للمرأة يعني بس ولكن هي المرأة بتلفت الأنظار أكثر سو عندك مهمة مع الشاب تخليه يلفت الأنظار بدك تعطيه بوش للشاب أقوى على طول بشكل يلائمه ويلائم شخصيته جورج من أول ما بدأت لحديث اليوم تقريبا 7 سنين أو 10 سنين بالعمل شو تغير انت بنظرتك للامور بعملك انت بينك وبين حالك بتحس انه تطورت على اي صعيد شو اللي تغير ما هو اللي تغير انه لقيت حالي اكثر شو الستايل يلي بحبه شو لاني عملت تجارب عدة يعني فتت بالتكنولوجيز فتت بالرومانس فتت بالاكشن بالساينس فيكشنز في عندي حوالي 36 فيديو كليب منوعين كل واحد فكرته عن غير عن الثاني انت اي لاين قريبه اكثر يعني عليك هلا حاسه بتبرع فيها يعني فيه. ببرع بالاكشن وببرع بالرومانس ما في شيء تقريبا ما قدرت اعمله لانه كل شغله بدي اعملها بفوت بريسيرش معين وبطبقها حسب شو لازم وبتخيل انه المخرج مين ما كان المخرج اذا بده يفوت بموضوع عمل معين شو ما كان لازم يعمل ريسيرش عنه بس ليسيبه نعم. ما في شيء انه محدد انت بتبرع بهذا لا في ريسيرش في دراسه بال يعني بين العمل الاول مع الفنان جاد نخلة اذا ماني غلطان مزبوط صحيح هي اول تعاون بال 2008 او 2007 كان واليوم اخر كليب اصدرته شو كان صورت هيدي قصتنا للفنان نقول القصه كثير لقد كتير صدى رائع وكان سبقه تعاون آخر يعني هذا تعاون الثاني مع نقولة من بعد ما تغيرت, مزبوط. كيف تعاون مع نقولة كان يعني لأنه اشتغلت عملين معه يعني أكيد في بما تغيرت غيرنا بهيدي قصتنا انقلبنا يعني عملنا انقلاب بهيدي قصتنا صار غير شخص نقولة غير شخصية غير ما تعودت على الناس عزبك بس حضرناه نفسيا بما تغيرت عزبك لحتى اقتنع بالفكره سيزن اولى لا اول خطوه يعني انا شاغل مع نقولها القصه قبل مسرح وبعرف قدين اولى حريص على الايمج تبعه وحريص على المسيره تبعه ومش بالسهل بيقتنع هيك بفكره جديده او بشيء ممكن يعني ما بيراهن على الافكار ما بيراهن ولكن اليوم انت انا ما شلت شخص من اطار معين حطيته بكادر تاني شو ما كان انا بقينا الموجود هو نقول القصه صار بي نقول القصه وبعده نقول القصه يعني صار في بس ديفرنت كاركترز بس هو نفسه يعني ما تغيرت الايماج عن الناس أكيد. ما شلته من شخصيته تركت له شخصيته غيرنا شوي بس صحيح اكحل ما تغير نقولها ابدا من كلمات احمد ماضي والحان توزيع بلال الزين ما تغيرت بحب الفت نظر شغلي لكل الفنانين بقولها مش بس نقول القصه وغيره اليوم في مخرجين ما عم بتضوي على الفنان تظهروا بشكل لائق وصحيح اليوم عم بيلحقوا الموضة شو بتقدم من قصص كلبس كأكسسوريز كغيره عم بيلحقوا هيدي المود عم بيغيروا الفنان بطريقة بشعة انت شو الأساس بالنسبة لك من هالموضة؟ مش الأساس الموضة شو الأساس؟ شو المفتاح؟ في كتير مفاتيح بلحقهم أنا بالفيديو كليب انطلاقا من شخصية الفنان انطلاقا من ستيله كيف بحبوا العالم ومنها من عد القصص بسيطة نعم ما فيك تعدل تعديل جذري اكيد
أكيد يعني هي التاتش اللي بضيفها المخرج. هكذا الحال بما أنه كنا عم نحكي على أستاذ نولا القصة نشوف ما تغيرت. تحية كبيرة له أكيد رح نشوف ما تغير وفعلا هو ما تغير على مر العصور بعده عم بيقدم فن راقي. ما تغيرت كلمات أحمد ماضي الحان وتوزيع بلال الزين بنشوفها من إخراجك من تابع الكليب سوا. تغير نقوله وحتى لو أنه اشتغلت معه على تطوير الشخصية الفنية من خلال الكليب ولكن نقوله القصة بيبقى قيمة مضافة للفن بلبنان. جورج عبدو في تحضيرات هلا عم بتقوم فيه. انا بعرف انه في كليب بمرحله المونتاج مزبوط للفنان دوم دخوري اغنيه دق الجرس للفنان دوم دخوري كمان طريقه خوتة كتير بالشغل كتير كليب راقي رائع جدا. الاغنيه هي منتشره يعني اوريدي يعني كثير ناس بيعرفوها قليل جدا يلي ما بيعرفوها. بتعرف لما تكون اغنيه هالقد ناجحه وضاربه بدك تشتغل لها كليب بيكون في مسؤوليه اكبر لانه بيكون في اكسبكتيشنز عند العالم للكليب انه او بيكونوا ديسابوينتد بحسوا حالهم مغبونين انه كنا مفكرين بفكره ثانيه او انه بيقولوا واو عملت بوست للاغنيه. يلي تعاونت عليه بالفكره انا والفنان دوم دخوري انه هاي الاغنية ما تكون مثل ما عم بفكر لانه اول فكرة بيجي لكل انسان طبيعي شو بيقول عرس خواتم محابس غيره اكيد سو طلعنا من هيدا الموت بفكرة قريبة يعني ما في عروس بالكليب ما في فستان عرس ما في سيارة عروس ما في شيء خصو بالودينج شيء غير كليا يعني جاي من كوكب تاني. متى رح ينزل الكليب؟ يلا قريبا صار يعني صار بمرحلة المونتاج النهائي يعني وفي تحضيرات تانية او هذا اكتر شيء طازة خلينا نقول هذا هلأ عم نشتغله في شيء تاني في اعمال تاني لفنانتين مشهورين على الساحة اللبنانية كتير مهمين نحكي اسامي بعدين كل عمل بعمله في عندي دعايات دعاية لراديو صوت الغد راح تخلص كمان قريبا يعني كمان بين الاعلانات وبين الكليبات في كتير يعني عندي فاشن شو عم بيخلص بدي اتمنى لك كل التوفيق يعني ان كان بعملك باي اتجاه راح ان شاء الله يكون دائما توقيعك بكون بصمه اضافيه لعملك وللاشخاص اللي بيشتغلوا معك وبيتعاونوا معك ايضا. شكرا لوجودك معنا اهلا وسهلا فيك المخرج جورج عبدو يا هلا ميرسي كثير لكم. مشاهدينا بريك صغير بيصلنا عن روحة على المطبخ هالمرة لحتى نحكي نيوتريشن تيبس مع مايا نحول فبريك صغير وصباح لبنان بتابع خليكم معنا. صباح لبنان بتابع فقراته ووصلنا لفقرة أكثر منكم بينتروا فقرة نيوتريشن مع مايا نحول حتى نتابع تفاصيل حياتية جديدة وأهم شيء تكون صحية. بونجور مايا كيفك اليوم؟ اول شيء بدي اقول لك خلاصك بالسلامه اشتقنا لك قبلك اكثر منك يعني للبنون يلا يا رب يلا ان شاء الله على السلامه يا رب اكيد بونجور للكل كمان هلا بما انه نحن قادمين على موسم شتي بتعرفي كثير من الاشخاص لما يقعدوا حد الدفايه وبدهم يتدفوا بصيروا يطلبوا الاكل اكثر هيدا يمكن معتقد خاطئ يمكن شيء بسيشيك عند الاشخاص لما يصيروا يفكروا بالاكل انه بالشتي بياكل اكثر كستنا على الوجه وكل هالقصص فبنصير بيطلع على بالك اكل وعلى السقعه بتاكلي حتى تدفى جسمك لانه بصير يهدم ويحرق فبيطلع حراره مشان هيك كمان كثير اشخاص هل هذا الشيء صحيح يعني معقوله انه نحن نطلب اكل بالشتاء اكثر من الصيف اكيد اكيد لانه مثل ما قلت على السقعه كثير اشخاص اذا بدك بدفوا حالهم بالاكل لانه وقت ياكلوا الاكل بيعمل لهم مثل شويه بيعلي لهم حراره جسمهم فبتدفي وكثير اشخاص مثلا بيروحوا على الحار بيروحوا على هالاساس الحامي اذا بدك كرمال هذا السبب وهنا بتصير في النصيحة بنرجع بننطر تنرجع نعمل نركض قبل الصيفين نعمل دايت نضعف فهذا كلها بتجر بعدها 100% هلا قد ايه اخصائية التغذية لها دور بحياة كل شخص منا يعني مش بس انا اذا كنت عم عيني من زيادة بالوزن لازم اتوجه عن اخصائية التغذية حتى استشيرها وتساعدني حتى اخفف وزني لا يمكن لازم هو نمط حياتي يمكن سيكل دوفي على اساسه لازم انا اعرف كيف نظم حياتي واعمل مينتوننس لكل شيء باخذه كل يوم عم باكله انت قلت يا سيكل دوفي يعني هو منه شيء انا على الشهر بمشي عليه بضعف بعدين خلص بنسى كل هذا الشيء لا هذا ستيل هذا عم نغير نمط الحياه تبعنا على شيء لون تيرم على كل حياتنا يعني انا اوكي مزبوط بمشي على هالشيء اول شهر بس بهذا الشهر بكون عم اذا بدك عم خلي حالي اتعود على كل هدول القصص اللي غيرتها بهذا الشهر حتى يكفي معي على طول يمكن مش بزيت
كميات اذا عم نحكي كنا عم نعمل رجيم معين ولا بالذات الاساوي بس بالذات النمط بالذات الفكره بالذات الاساس اللي مثلا بنكون لغيناها من اكلنا فيها نرجع شوي شوي ندخلها على حياتنا بس بكميات اكيد اقل بكثير من ما كنا نحن عم ناخذها من قبل. مشان هيك هون الاهميه تبع الاخصائيه التغذيه اكيد انه سوري بس بتتواضع عن جد لانه كثير اشخاص يعني بيفكروا انه انا لازم اروح عند حدا كرمال اضعف وحتى بيفكروا انه على الانترنت بنجيب رجيم. في كثير معبى قصص على الانترنت ايه انه انا اذا بدي انبش هلا انه ما نكون اكيد بحاجه لشيء بس هدول القصص ما في يطبقون على كل الاشخاص. يعني انا مزبوط يمكن بتشوف الشيء انت بتمشي على هالوغة اللي عملتيها برنت من الانترنت يمكن تستفيدها بس بعدين راح تردي الوزن ودوبل كمان راح ترديه 100% بتردي دوبل كمان. مش بس هيك ممكن كمان اذا ما رديتي يتغير عندك شيء بجسمك يمكن ينقص فيتامينات تضعف الزيادة على نقص الفيتامينات بتفكر انت انه خاي استفدت كتير بكون هو لا بكون انت عم بينقصك اساس مهمة لجسمك كرمال تقدر تكفي او انه بتضعفي بس بتصير تحسي بتعب بتحسي بشرتك منا هالموردة منا صحية. يعني حتى في ترهل بيصير كمان بجلد الوجه وبجلد الجسم كمان فنوع غذاء معين كيف في اشخاص بيفيدهم انه ياخذوا نشويات بنهارهم اكثر من غيرهم والعكس صحيح يمكن وناس اخرين بيفيدهم البروتينين او الخضار اكثر. كل شخص بدك تتبع عليه لكل شخص شو بفيده. يعني الرجيم تبعك ما راح يمشي على حدا تاني ممكن يمشي لفتره بس بعدين راح يصير فيه مثل اذا بدك خلل صغير بنعمل مثل بلاتو هذا الشيء راح يخليك تنجبري انه اذا انت كنت عم تعملي رجيم لحالك راح تحسي انه لا لازم راح اسال حدا لانه ما بقى عم بستفيد مثل الاول. فمشان هيك ذكرتني بايام المدرسه لما نكون مثلا بدنا ننقل من رفقاتنا قلنا هيدي الورقه بليز اعرف كيف بدي اعمل الدوار تبعي مثل هون نفس الشيء بالرجيم انا اعطيني ورقتك لحتى اعمل الرجيم تبعي كل الورقه زيت الورقه على كل بغادات بالبيوت بتروح الشغله انه جربي هذا الرجيم بعقد راح تضعف عليه انه ايه اوكي راح تضعف عليه بس انه مش لك هذا الرجيم راح تضعف عليه اول فتره مثل ما قلنا بعدين لا. ومش بس كرمال واحد يضعف بده يشوف اخصائي التغذيه اذا حدا بده ينصح كثير اشخاص عن جد يعني يمكن ايامات اكثر من اللي بدهم يضعفوا انا بشوفهم بكون بدهم ينصحوا وكثير اصعب واحد ينصح من انه يضعف لانه اللي بيبقى بده ينصح بيبقى كثير صعب انه ياخذ وزن وبيبقى كثير عم بياكل وبذات الوقت ما بياخذ وزن. هالاشخاص بالذات مايا شو بيكون في عندها نقص باي نوع من الهرمون؟ مش ضروري لا 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 ايامات بس بيكون ميتابوليزمهم كثير عالي ايامات حسب اكيد اذا شايف حكيم يمكن بيبقى الغده تبعه عم تشتغل زياده عن اللزوم فعم تخليه يحرق كثير ايامات مثلا بيكون عنده مشاكل بالمعده مثلا ما بيهضم اذا بدك الجلوتين او عنده جلوتين انتوليرنس فبلاقي حاله مثلا ضعيف بس عنده نفخه كثير كبيره بفكر هو انه لازم ينصح يمكن فهدول كلهم ببينوا مع الفحوصات ممكن يكون عندنا حساسيه على اللاكتوز يعني على كل شيء مشتقات الحليب فهون كمان نحن وقتها نعرف شو المشكله بنقدر نعالجها اكيد ايامات بنضطر انه نسال حكيم كمان لانه بيكون في مشكله بدها ادويه بدها هيك وان باراليل بنمشي سوا حتى نخلي الشخص يا ينصح يا يضعف يا اما يحافظ على وزنه. كثير اشخاص انه ايامات تجي ما بدها تضعف ولا تنصح بس يمكن عندها مثلا سكره يمكن عندك ضغط يمكن تريغليسيريد كوليسترول فهدول كلهم كيف بدنا نوطيهم من خلال الاكل قبل ما نلجا للادويه. هل في نوع من الماكولات ممكن تساعدنا حتى نحرق اكثر؟ في بدك اكيد ناخذهم بانتظام اكثر بس موجودين مثل يعني شو؟ في هلا اكيد معروف مثلا الكافيين انه وقتها نحن الميتابوليزم بعلى الميتابوليزم في قصص مثلا مثل الزنجبيل مثل الشاي الاخضر حتى الحر هدول كلهم نحن وعم نهضمهم اذا بدك بيشتغلوا مثل ترموجينيك يعني بحلوا لنا حراره الجسم عنا بخلوها نحرق اكثر بس انه اكيد مش صح يعني من هيك كل اللي بكوريا والصين وبيعتمد اكلهم على هالنوع من الماكولات الحاره من هيك بتلاقيهم ضعاف كثير بيمشوا كثير ماشي الرياضه طبعا كل الاكل رح يصير نغش عليه لا انه اكيد هدول بيأثروا بس اكيد لحالهم ما يعني ما بيفيدوا بيعملوا افاده كثير قليله بس قد ايه الكميات لازم ناخذهم نحن حتى نكون عم نساعد جسمنا تيحرق اكثر؟ نحن اذا كل يوم فوتناهم على اكلنا مثلا على الغداء كان فيه طبخه بقلبها مثلا
ملعقة زنجبيل، عم نحكي شوية حار يمكن، ممكن فنجان قهوة، بس ما عم بحكي القهوة التركية، عم بحكي يعني الانستنت كافي، مش ضروري القهوة اللي بنعملها مع البن على النار. أوكي. ففيهم هيدول يساعدونا شوي، يعني قد عم بحكي شوي يعني 10-20% مش أكتر. أوكي. بس انه اذا مثلا انا عم بجي حط حار على دجاجة مقلية ما رح أسحقها. فكمان انا عارف كيف نفوتهم على أكلنا. فينا مثلا اذا انا بدل ما اخذ المشروبات الغازيه مع الاكل اللي انا عم بتغدى مثلا عن ظهر، في اخذ مثلا فنجان شاي واحط له زنجبيل، بهذه الطريقه بكون عم باكل يمكن بطريقه هيلثي وعم اهضم الاكل اللي انا اكلته واضعف كمان. بس حتى لو كان شاي بدنا ننطر دائما نص ساعه بعد الاكل حتى ناخده، ان كان مشروبات غازيه اكيد اذا بدنا ناخدها بدنا ننطر، وانا بفضل ما ناخدها لانه كلها سكر، يعني بالقنينه في عنا تقريبا 10-14 ملعقه سكر، فأنت ما رح تجي تاكليهم هيك لبدي تشربيهم. نعم. أول شيء. تاني شيء رح يعني أنت وقت تفضي هيدا المشروبات الغازية بالمجلة بتعرفي كيف بيعمل، هل هيدا عم تعب بتصير بمعدتنا كمان، فلا شو بدنا ناخدها؟ وإذا كان شاي أو قهوة أفضل ننطر نص ساعة بعد الأكل، ليه؟ لأنه فيه مثل موليكيول بيلقط الكالسيوم من الأكل اللي أخذناه نحن، فبخليها نحن يعني إذا بدكم ندهره من جسمنا، مش كل الكالسيوم اللي بناخده، كمية منه، فمش هيك أفضل ننطر بس تنكون إنه احتياط نحن مريحين حالنا إنه ما عنا مشكلة، بنكون هضمنا أكلنا أخذنا كل الغذاء منه رجعنا شربنا الشاي. كتير منيح كمان إذا بنحط له حامض للشاي، بيقوى المضادات الأكسدة بقلبه وبصير عنده إفادة بعد أكتر، خاصة الشاي الأخضر. عاد حل موضوع الشرب مع الأكل هذا موضوع كتير كبير مصر. إذا بنفوت بتفاصيله يعني ما بنخلص، عندي كتير أسئلة عن هالموضوع، نعمل حلقة بكاملة بركي بحلقة قادمة. ولكن كان في شيء مايا أنت اليوم حضرتيه للمشاهدين سيربريز قبل ما نختم، بدك هيك تذكري فيه قبل ما نهار الخميس تحكي بتفاصيله أكتر عن ديتاي؟ رح نحكي عن بما أنه عم نحكي عن كل شيء نوتريشن، السوبر فود رح نكون عم نحكي عنه الخميس، كل شيء قصص مثل بهارات ممكن نحن نزيدها على أكلنا. إذا بدك هن ليش سوبر فود؟ لأنه بيعملوا لنا مثل بروتكشن لكل شيء، في أمراض لكل شيء، في نصاحة لكل القصص المشاكل اللي نحن بنواجهها بحياتنا بالأكل أكيد. سيكولوجيا أو شيء، بس كتير بفيدوا، رح نحكي عنهم بالتفصيل الخميس إن الله غاد، وكيف لازم نحطهم بالأكل، بشو بنستعملهم من بيناتهم. من بيناتهم مثلا اللي حكينا قبل عنه بزر الشيا، في عنا الماكا باودر، في عنا الماتشا جرين تي، العقد الصفرة أكيد، هدول كلهم رح نحكي عنهم، الكوكونات كمان، فرح نحكي عن كل واحد والإفادة تبعه. على حال الحلقة رح تكون كتير مشوقة، نعطينا هالخميس حتى نتبعها، لأنه مين منا ما بيحب يحافظ على صحته. شكرا لك مايا بالنسبة لليوم على التفاصيل اللي عطيتينا إياها، أكيد لازم نتابع هيدا المواضيع كافة ونعرف كيف نحافظ على سيكل دوبامين مثل ما قلنا منتظم وهيلثي أهم شيء. وبكرة نشوفك إذا قدرت. شكرا لك. بعد البريك راجعين حتى نتابع تفاصيل صباح لبنان والفقرة الأخيرة يلي بتنطروها من أسبوع لأسبوع مع سارة كيروز وفاشن. نرجع مشاهدينا للقسم الأخير من صباح لبنان لليوم، موعد ثابت مع الفاشن أكيد مع سارة كيروز. هاي شادي. Good morning. طبعا. شو أخبارك؟ يا أنت كيف؟ ماشي الحال. كيف كان الويكند؟ Very good. Thank God. إن شاء الله دائما. سارة اليوم رح نحكي أكثر عن Council of Fashion Designers of America اللي هو إيفنت بيصير بتعاون مع Vogue Magazine. Yes. خبرينا شوي عنه أكثر. Yes. رح فسر شوي للعالم لأنه هو منه كتير معروف إذا رح نقول كشي commercial، بس حلو نحكي عنه. هذا الشيء بيعملوه هن تكونوا they're supporting Americans، كل التالونات الجديد new designers تكونوا عم بيساعدوهم كمصاري وككونتاكت تقدروا يفوتوا بفيلد الديزاين. okay. لانه في كتير talented fashion designer بدك شيء هيك هناك تقدروا يفوتوا على الساحة. سو هذا الكونسل معمول تيكونوا عم بيساعدوا هود الشباب والصبايا الجان دائما هيك بدهم بوش صغيره. صح 100%. دونك هذا الشيء صار له 12 سنه بينعمل هذا الايفنت 12 years. وناو رح نحكي نحن عن هالسنه تبع 2015. صار في لاست ويك لانه تتشوفوا ليه عم نحكي عنه، هديك الجمعه كان في رانواي شو تبع 10 فاينالست انعمل بشاتو مارمون بويست هوليوود، والريزلتس تبع كل هيدا الكومبيتيشن راح تكون لو 2 نوفمبر. اوكي بس نحن حلو نحكي عنها لانه وصلنا على 10 فاينلز عملوا رانواي شو كثير حلو. سو راح نكون عم نحكي عن ستيل كل ديزاينر شو بيان شو اشتغل تنعرف شو ناطرنا لانه بدي اقول لكم شيء كلهم نيو ديزاينرز ما هيك صح.
بس ذلكم شيء مش كلهم صالون سنة، في منهم مثلا صالون سنتين ثلاثة بس مش معروفين وكل الأمريكانز صح okay. هلا الفكرة هي انه ليف نحن بنحكي عنهم لانه هيدا الكونسل عم بيخلي ناس تنشهر كتير منهم. رح أعطيك أسامي مين الأولد وينرز، ناس ربحوا بالسنين القبل، في ألكسندر وانغ، في ألتوزارا، وفي بروانزا سكولر. ثلاثتهم شفناهم بالراك كاربت كتير هالسنة من ورا هيدا الكونسل هو اللي خليهم يفوتوا على هالكونتكس وعلى هالسليبرتيز ويلبسوا هالعالم. سو حلو نحن نعرف ان ادفانس مين رح نشوف السنه الجاي. نحن اليوم رح نسلط الضوء على 10 يلي كانوا هن الوينرز وشاركوا الفاينلست بهالرانوي. صح so منه رح يطلع وان وينر لدونوفام. اوكي رح نبلش مع مين؟ رح نبلش مع بها ايست. بها ايست البراند هن تو ديزاينرز سكوت سودنبرغ وجون تورغن. رح نكون عم نشوف one of the looks يلي بيّنوا بهيدا الرانوي شو اللي نعمل هديك الجمعة. بهاللوك اللي بتشوفوا انه كتير الستايل تبع الكولكشن تبع بها ايست هي بيتشي كلوز، كتير بتحسن شوي للبحر شوي صيفية، بنفس الوقت مع اللوك الاجراسيف اللي خاصه بالمدينة السيتي. دونك عملوا الميكس اند ماتش بين اللوك اللي بيجي كتير بحر والستيل الاجريسيف فايب تبع السيتي. هيدا اللوك يلي اكتر شي شهر هيدا البراند كتير. بالصورة اللي بعدها رح تشوفوا كاندل جينر، ورح نعمل هيدا الشيء لل 10 فاينالست لأنه كاندل جينر one of the best top models هلأ حاليا اتصورت لهود الفاينالست مع عشرتهم وتصورت لبسة من تيابهم من تصاميمهم. دونك حلو نشوف كيف كمان بيّنوا هود تياب على كاندل جينر، بتشوف الفرق بين فاينالست والتاني. دونك هون بتشوف كيف لبسة هي وال اكيد الديزاينرز باي ستايل باي مود. دونك بتحس انه فيري فيري هيك قريب للقلب الستايل تبعه، بنفس الوقت عنده شخصيه منه بس هيك. اوكي رح ننتقل لتاني ديزاينر. تاني ديزاينر اسمه البراند بالدوين يلي هي باسم الديزاينر مات بالدوين. الشغل اللي اشتغله مات كتير فيه ميكساج بين الويست كوست والايست كوست، اشتغل كتير بطريقه انه يفرجي امريكا اذا بدك بكل الوانها، بطريقه انه يجمع الدنم والستيل الجينز مع الريدي تو وير، يصير شيء كتير كل يوم فينا نلبسه مش بس نحن اذا كول بوي ستايل نلبسه، يصير شيء كتير عادي. وبالصوره اللي بعدها بتشوف كيف هذا الشيء صار بيزبط للاولاد وللبنت وللشاب، دونك بيزبط از فاميلي ستايل ك موضة. هون لابسة كاندل جينر ومع الديزاينر هو وولاده، هذا الحلو فيه ورفيقهم في العائلة. دونك كانت مهضومة انه بيّن قدي البراند تبعه فيها فاميلي اسبكت، منه بس شيء انه انا اوكي لبنات ستيل معين او لستيل معين من الشباب، بالعكس عنده شيء كتير خاصه بالعائلة وبالستيل انه بيتأقلم مع كل الأعمار. كتير حلو هالستايل يلي هو ميكست وسترن على ريدي تو وير، على يعني شيء سهل انه ينلبس كل يوم. صح. وانا ليه عم بحب احكي عنهم، لان بتشوف انه عم بيفكروا بقصص بركي مش كتير موجوده هلا بالسوق. يعني هودي الناس لانه بعدهم فريش بيشوفوا من different perspective الموضه، بيجوا مع ستايل معين وعبالهم يكونوا عم يعطوا مسج بطلت الموضه بس نحط اعمل موضه. هلا هذا الدينم لوك كمان very nice كتير عن الموضه كمان. صح. هلا اوكي رح ننتقل لثالث ديزاينر. ثالث ديزاينر اسمه براند براذر فاليز. الديزاينر بنت اسمها اورورا جيمس. الستيل تبعها كتير different عن اللي شفناه قبل، ستيلها كتير far away nature، بتروح على قصص الطبيعة، بتروح على قصص الافريكان ستايل، عندها هيدا الشيء بالروت تبعها بالراستين تبعها. دونك بتحس دايما بالديزاينز تبعها انه كتير اثنيك بيشبه القصص التخيبو، منه ابدا شيء مثل الكيلو conventional وكوميرشل. بالعكس الالوان النارية اللي عم نشوفها كمان 100% هيك الكولكشن تبعها، دايما بتحس دايما انه الوان دافية، الوان كتير خاصة بالطبيعة بس بالطبيعة الافريكان. اوكي دونك هذا شيء كتير حلو، ودايما بتحب انه تحس انه اتلاك تريجر، يعني كانه هذا شيء كتير ثمين الثياب تبعها، لانه جايين عندهم كاركتر، كل واحد عنده شخصيته مش بيشبهوا بعضهم وكله بيجي كوبي بيست. اوكي بالصوره اللي بعدها كمان كاندل جينر عرضت لا كانت لابسه من ثياب براذر فاليز كمان مع الديزاينر البنت ومع ميوزيشن اصحاب مع الديزاينر. دونك الكامباين تبعهم ولا مره كانت تكون ما بيشبهوا بعضهم، بتحس كل صوره حتى لو نفس الموديل، حتى لو كاندل جينر هي ذاتها، بكل صوره عم تعطي اتيتيود خاصه بالبراند يلي عم تعرض الثياب له. اوكي ايه ما كان الجانر هلا خلص ايه ما في غيره، ما في يعني كسحت الدنيا، يعني راح يعني كسحت الدنيا ورزق الله على ايام ناومي كامبل، رزق الله على ايام سيندي كروفورد. ماشي لا عن جد هلا كان الجانر صح 100% بس ايفنشلي ربقله بيقدروا يحكوا عنها. اكزاكتلي جورجيس. رح ننتقل لرابع براند. رابع براند هي كادي. كادي البراند عندها تو ديزاينر، براد شميت ورول ارافيلو. الستايل تبعهم كتير ميليتري،
كثير راحة بالقصص اللي بتحسها. ايه بس هيدي فيها ستايل معين، ستايل معين. واجان اللي بدي اقوله الحلو بهو الديزاينر ما فكروا بدي اعمل شيء يعجب الكل، بالعكس فكروا انه انا ما عندي مشكله يكون عندي تارجت نيش اللي هن ناس معينه يحبوا هيدا ستايل، ما عندي مشكله فوت فيها بس انعرف بهيدا الستايل، مش كون انا بس للكل. ما يكون التارجت تبعهم ما بتعرف. هي شغله كثير مهمه لانه في عالم اوقات عندهم ستايل معين ما بيلتقى ديزاينر يكون بيجسد لهم هالستايل تبعهم ب 100%. عشان هيك ضروري الواحد مش دائما يعمل اشياء للماس، اتس فيري امبورتنت، بس كمان يكون في هيك تارجت محدد 100%. هذا اللي عملوه بهالبراند، كان كثير ميليتري انفلونس ليبل، يعني رايحه على قصص الميليتير، الارمي، النيفي، دونك كل شيء بدومين هذا الشيء. وكثير حلو كندل. شوف كاندل كمان 100%، كمان كاندل هي بالصوره مع الديزاينرز بتشوف قد ايه ظبط هذا الستايل ان كيس كان على شب او على بنت. حتى هون نيك جونس عارض مع بهوت ثياب كان مع، دونك بتشوف قد ايه الستيل مهضوم حتى لو بنت. هلا مش كل يوم رح يكون واحد لابس هذا الستيل، بس فيه اتيتود، وفي ناس بتحب يكون عندها ليبل هذا الستايل وقت بدها هالستيل تلاقي شيء. اي لاف ات، اتس ماي فيفرت سو فار. انت بتحب هذا الستيل 100%. اي لاف ذا ارمي لوك. اوكي هلا نمبر 5. نمبر 5 هي البراند اسمها سي جي، الديزاينر كريس جالينس. الستيل تبعه كثير سوفيستيكيتد، كثير رجعنا بالايبوك اللي اذا بدنا نقول اني 50، راح بهذا الستيل بكل كولكشن تبعه. بتشوف في كثير سوفيستيكيشن، كثير في كاتس مشغوله على الجسم بطريقه كثير ديليكت، كثير ناعمه، دونك بتحس انه ما نوقح، ديزاين كثير ناعم وكثير رجعنا لورا. حتى هون كاندل جينر لابسه هذا الفستان ذاته مع الديزاينر، بتشوف كيف حتى لو 1950 مودرن وملبوس بطريقه يعطي كثير جديد وكثير حلو لل 2000. بتعرفي بذكرنا بالانترناشنال براندز، يعني شوي شانيل شوي جوتشي، حتى جو عملت دور وجوتشي لانه تقريبا نفس الفامي. خليني 100% معك حق. انا كمان واول ما شفتها دغري حسيت انه عنده هيدا ستايل بيشبه البراند التانيين، بس كمان عم بيخترع قصص جديده بالكوتات بالكوتس تيكون عنده his own way. اوكي مع مين بدنا نتابع؟ نمبر 6. نمبر 6 هي كروما، البراند اسمها ديزاينر بيكا ماكتشارن. هيدا الديزاينر انا صراحه فاجأتني بقصص كثير، انه هي اشتغلت سويم وير، قصص المايويات اللانجوري، وهلا السبورتس وير، دونك عم بتفوت بقصص اذا بدك مش اول شيء واحد يفكر فيه، يعني فاتت مش بالقصص الريدي تو وير، ولا فاتت بالاوت كوتور، ولا فاتت بالقصص هيك، فاتت بقصص محدده. بس كمان الحلو فيها انه هي دارسه اركيتكتشر، دارسه بالاول هندسه، دونك الحلو بالديزاين تبعها انه تشتغل ديزايناتها على اوتوكاد واكسل، اللي هن بروجرامز مينلي اكثر للاركيتكتشر والقصص الساينتيفيك، مش قصص الديزاين، مش قصص اذا بدنا نقول الكثير فاشن، بس لانه بتشتغلهم بطريقه كثير استركتوري، كثير على الجريدز، كثير كله قد بعضه، دونك سوبر لاحقه، يعني اذا بدك رولز بالجايد لاين. بتعرف السنه الماضيه كان انا كان معي ضيفه بالاستوديو من سنه تقريبا، ديزاينر جريس ريحان، هي بتعلم اركيتكتشر بالجامعه، كمان هي ديزاينر عندها اتوليه باي جريس ريحان، كمان يعني نفس الستيل اللي عم تحكي فيه، ودائما الكوتس تبعها يعني بتحسيها متاثره بالباك جراوند تبعها، بس بيوتيفل كاتس. ولبستني بالانترفيو كمان بليزر بتسطي 100%، بيكون عندهم باك جراوند هيك ببين على شغلهم. والحلو ببكا اللي عملته انه جربت كمان تشتغل على كاربون فايبر وينجز، دونك عم تشتغل على قصص بيور ديزاين بس طريقه كاربون فايبر، عم تستعمل ماتيريال للاركيتكتور للبنايات، عم تستعملها على الثياب، وحتى كثير بتفكر انه تعمل انتليجنت اندر وير، يعني فكرت تعمل وعملت سيلف فنتيليتنج برا، دونك عملت عن جد عملت هذا البرا انه يكون عم يشوف الهارت ريت، نبضات القلب، وسويت برسنتج كمان. دونك كثير اشتغلت بطريقه ساينتيفيك بالفاشن، بطريقه فاشن فورورد، بطريقه كثير جديده 100%. هل من هيك انا حبيتها لانه عم بتفكر بطريقه كثير جديده، مش بس بطريقه انه ايه اذا عندي برودكت ديزاين فكر بهالقصص بالاركتكتشر او الانتيريور، وبتصير ما فكر فيها. هي كمان فكرت فيها. دونك كمان بالصوره تبع كاندل بنشوف كيف لابسه من ثياب كروما مع الديزاينر، كمان كثير حلوين ودائما تري ستركتوري، كثير عندهم باك جراوند اركتكتشر. رح ننتقل نمبر 7. نمبر 7 ديفيد هارت. انا بذكر المشاهدين انه احنا عم نترافق مع التوب 10 بالكونسل اوف فاشن ديزاينرز اوف امريكا سي اف دي اي، اللي صار برانوي بتعاون مع فوغ صح هذيك الجمعه، ويلي الريزلتس بيطلعوا له 2 نوفمبر، حدا من هول 10 بده يربح راوند اب على البيست اوف يلي هن 10 ديزاينرز 100%، ومفروض ل 2 نوفمبر يطلع واحد من هول 10. واو اوكي، صرنا بنمبر 7. ديفيد هارت البراند اسمه هيك، والديزاينر اسمه ديفيد هارت، سميها باسمه. الستيل تبعه كتير ميد سنتوري، اشتغل بطريقه كتير البيرمودا البليزر، رجع كل شيء كان على الموضه قبل
بنصير زمان رجعوا على الموضة بطريقة حلوة. الكولرز اشتغلوا بطريقة انه الفورمال بيسز القصص اللي معودين انه السوت هي بس قصص مرتبة اشتغلوا بطريقة كتير كاجوال، ما ضروري اذا لابس بدلة يعني بس شيء رسمي، وتصيروا ملونين وتصيروا بكاتس كتير فريش فيهم يصيروا كاجوال واحد يلبسهم افري داي. هذا الحلو اللي عمله هو، وعملوا بطريقه انه ستريت وير انه في انا بنهار عادي يكون ستريت ستايل يكون لابس بدله ما تكون بقى شيء كثير كثير فورمال. I can't wait to see Kendall Jenner لبستهم. بالصوره اللي بعدها راح تشوف Kendall Jenner دونك بهذا الستيل الاندروجين اللي هو ان بتوين، بتشوف كيف هي مع ديفيد هارت كيف لبسه هذا الستايل مع الميك اب شعر بكل شيء عم بيغيروها تيعطوها سوبر حلو تيعطوها هذا الستايل. اوكي راح ننتقل نمبر 8. نمبر 8 هو البراند اسمه جيبسي سبورت، شخص اسمه ريو اوريبي. الستيل تبعه كتير ترانسجريسيف اندر جراوند، يعني عم يشتغل بطريقه هيدا عكس الكوميرشال، كل شيء معودين نشوفه بالسوق هو بيشتغل عكسه بطريقه كتير اندر جراوند، طريقه كتير كرييتيف، بيفكر بنيو ماتيريال، بيفكر انه يكون بطريقه يونيسكس الورد، يكون انه يمشي للبنات وللصبايا 100%. بفكر كمان كتير انه تيابو يبلق يمشوا شباب صبايا قد ما بيقدر، دونك والكوت يكونوا ان بتوين ويكون شيء كتير عم بيروح صوب عالم منه قاصب بين البنات والشباب بالستيل التياب. بالصوره اللي بعدها بتشوف كيف لابسين وكيف لابسه Kendall Jenner، وبتشوف كمان انه عم بيفكر حتى يكون في دراسز للشباب، يعني تخيل كيف بالطريقه انه تانك دراسز يجوا بطريقه كتير عادي باسكتبول ستايل بالبدك بالتياب للبنات. دونك بتلاقي انه اشتغل كل شيء شباب صبايا بفيهم يتاقلموا فيه جمعوا عملوا كبراند. دونك بالصوره اللي بعدها فيهم يشوفوا المشاهدين Kendall Jenner بهذا الستايل بطريقه كتير مهضومه كتير كاجوال وكتير بتحسها ستريت انه على الطريق عم بيرقصوا على الطريق، يعني بتحس هذا الستايل 100%. دونك هذا كمان I'm looking forward انه ينشهر اكثر واكثر ونشوف شو معقول يعمل على الريد كاربت من اوت اوف هيدا البراند. بتعرف عم يرجعوا يدرجوا كمان السمال يلي كانوا دارجين على ايام سبايس جيرلز مع 100% 100% رجع هلا معه على الاخر. اوكي رح ننتقل نمبر 9 جوناثان سكيمي، وهذا اسمه واسم البراند. الستيل تبعه انه هو كثير بيشتغل بطريقه ناعمه سوبر ناعمه واو كلاسي كثير يعني هذا الاكستريم. والحلو فيه لهذا الديزاينر انا كنت شوي عم بقرا عنه انه هو كثير حدا كل عمره بيسال البنات شو بيحبوا يلبسوا، حدا بيسال يعني بيجي بيشوف انه شو بيحبوا بشو بيرتاحوا شو عايزين. دونك كثير عنده اوتور دو لوي بنات كسوا من العائله او من الاصحاب ضل يسال 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 تكبر بطريقه انه يعرف المره شو ناطره هلا من النيو ديزاينر كيف بتحب تشوف حالها باي ستايل اذا بدك كبراند. والحلو بالدرس تبعه انه بيتاقلموا بيمشوا من ال20 سنه حدا عمره 20 لحدا عمره 50، يعني هذا الدرس بيمشي. هو كان عم يقول دائما انا بحب انه تكون فيها امه تلبس هذا الدرس قد ما فيها تكون اخت صغيره عشوائي تكون كومبينيشن للبراند. فوالا كومبينيشن كثير حلوه هون Kendall Jenner كمان لابسه دراس بيعطي طريقه كثير ناعمه فامنن للبنت وكثير بيشتغل ليس كثير بيشتغل بقصص التكستشرز يلي ناعمين وفيهم ترانسبرنسي شوي. صرنا باخر ديزاينر كمان صح بالكونسل اوف فاشن ديزاينرز اوف امريكا يس تادورس اونيل. تادورس اونيل كمان اسم البراند واسمه لقاله للديزاينر. هو هيز ا سيرفر كان قبل ما يكون ديزاينر سو الباك جراوند تبعه بيبين بالكولكشن تبعه لانه كل شيء بيقول هو ستارتس وذ ذا اوشن، كل شيء ببلش من البحر وكل ستيل الكولكشن تبعه كثير انسبايرد من الباك جراوند تبعه. دائما بده تكون الشيبس تكون كومفورتبل يكون مرتاح الشخص اللي لبسه، دائما بده الفابريكس تكون كثير بتريح ومريحه وخفيفه منا ابدا بتشوب، ودائما بحب الموتيفات والباترن تبعه يكونوا تروبيكال ستيل القصص تروبيكال بطريقه كثير حلوه. هون بتشوف دجا هيدي الصوره والبعده مع Kendall الجنر بتشوف كمان الستايل قد ايه انسبايرد من البيتش بالباترنز بالستيل تبعه. بدي اقول لك شيء هيك نوتا بين انه هيدا مش بس بيشتغل هيك، بيشتغل شوي بروفوكاتيف بيروح على الاكستريم بالفاش. وان اوف ذا فاشن شو المان اللي عمله كان عامل شيء انه كل الشباب في عليهم دم على جسمهم لان اخذها هو انه بالسيرف بس تكون مثلا معقول تنجرح معقول ما بعرف يعضك ركان معقول يصير شيء فيك سو كلهم جاي عليهم دم اكيد فيك بس ات واز فيري نايس انه شوكينج شوي. دونك هيدا راح على الاكستريم مش بس تروبيكال بطريقه انه ايه رواق نحن على البحر، اخذها اكستريم. بتعرف على كل حال عم يشتغل مزبوط لانه بالموضه اذا ما كنت شوكينج اوقات ما بتقدري تغيري او ما بتقدري تلفتي الانظار. This is fashion بالنتيجه 100%.
واو اميزنج عن جد. شوف شو ناطرنا يعني انا عم فاجئكم. اكيد ذا نيمز يعني ون اوف ذا نيمز حنسمعهم على ريد كاربت لانه كلهم كل واحد ستايل ديفرنت اميزنج. ثانك يو ساره لك لانه عن جد دائما ابديت اميزنج ابديت. ثانك يو. دائما اكوريت ودائما عارفه عن شو عم تحكي ودائما تعرفي اكزاكتلي هيك عارفه شغلك على مظبوط. ثانك يو شادي ميرسي. بدي لك هاف ا جريت ويك. انت كمان. سي يو نيكست ويك. اوكي. مشاهدينا لهون بكون صباح لبنان وصل لختام وانا بدي اشكر متابعتكم صباح لبنان يوميا من الاثنين للاحد من 9 لل 11 ونص ريران www.teleliban.com.lb اسم البرامج صباح لبنان حتى تحضروا هالحلقه او غيرها لقانا بجدد بكره بصبحيه جديده وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم اكيد بعد في وقت الى اللقاء صباح لبنان صباح لبنان